في النويز بيرفورمانس بيبقى افضل بكتير. لو حد عنده سؤال يعمل انميوت برضو يسالني يا شباب. انا هقول كده بسرعه، هعدي على السلايد بسرعه. وعرفنا الانستنتينيوس فريكوانسي والانستنتينيوس فيز وازاي نرسم منهم الكوزاين، وكان في مساله في الشيت كان فيها ديسكونتينيوتي، وقلنا نشوف بقى الفريكوانسي الاف ام بتعمل ايه في الشكل السيجنال، طب والبي ام اللي بيحصل فيها يعني. وبعد كده دي معادلات الاف ام والبي ام. اهم حاجه بس تبقى عارفين الفرق بين المسميات، عشان مثلا لو جه في الامتحان جه لك انا عايز فريكوانسي سنسيتيفيتي حاجه، ممكن يجي يقول لك انا عايز الاف اللي هي فريكوانسي ديفيجن حاجه ثانيه خالص، وممكن يبقى تعويض مباشر بس انت مش عارف الفرق في المسميات فتنقص الدرجات كلها فمالهاش لازمه. طب والبيتا موديليشن اندكس، انا عارف طبعا في ناس بالنسبه لها الكلام ده ما ملوش لازمه يعني. واحيانا بنسمي البيتا دي برضو زي ما قلنا السكشن اللي فات ان هي الفيز ديفيجن. يعني عشان ما حدش يبقى عارف، زي ما شفت في الميد تيرم يعني في ناس ما كانتش كاتبه الامبليتيود سنسيتيفيتي، مش عارفه هي مش عارفاها، كانت كاتبه لي ميو، كانت كاتبه حاجه غريبه يعني. فدي كانت المعادلات بتاعت الاف ام والبي ام. الفرق بينهم الوحيد ان انت في البي ام بتاخد السيجنال بتاعتك تحطها جوه الكوزاين على طول، طب والاف ام لا، كنت بتاخد السيجنال بتاعتك تحطها في الانستنتينيوس فريكوانسي. طب وعشان تجيب الفيز اللي جوه الكوزاين كنت بتكامل دي على عند التايم من 0 لحد تي وتحطها جوه الكوزاين، فبيطلع لنا الشكل اللي فوق ده. دي رسومات ممكن طبعا تيجي برضو في الامتحان. الفرق بين البي ام والاف ام قلنا المره اللي فاتت ان الفرق عباره عن ايه، البي ام والاف ام. الاف ام كانت سهله جدا، كل ما السيجنال بتزيد كل ما الانستنتينيوس فريكوانسي بتزيد. فهنا لو انا هنا عندي ماكسيم بلاقي السيجنال حصل لها ضغط كده، الفريكوانسي بتاعتها زادت، يعني البريودك تايم قلت، بقت كومبليت سايكل بتحصل في وقت قليل جدا. طيب البي ام لا، الانستنتينيوس فريكوانسي بتاعت البي ام كانت بتعتمد على الديفرنشيشن بتاع الام اوف تي. جت منين؟ جت من هنا. عشان اجيب الانستنتينيوس فريكوانسي من على الايكويشن اللي على الشمال دي كان لازم تفاضل اللي جوه، تفاضل ده، فبالتالي بتلاقي ان الانستنتينيوس فريكوانسي بيعتمد على الدي ام باي دي تي. فعشان رسمه زي دي نعرف نرسمها، بنشوف امتى السلوب بيبقى كبير بالبوزيتيف فالفريكوانسي بتزيد، وبعد كده امتى يبقى بزيرو تبقى الفريكوانسي اف سي، وامتى يبقى بالنيجاتيف تبقى الفريكوانسي اقل من اف سي. انت اتفقت يا شباب على ميعاد الكويز ولا لسه؟ ماشي يوم 12 زي ما اتفقنا مع الدكتور من الاول. بحق هو ممكن يبقى 3 4 5 او سبت. بحق. طيب ممكن نشوف مع حضرتك يوم الاحد اما نروح، ولا الثلاث فاكره؟ ماشي خلاص، اتفقوا مع بعض واللي يريحكم بس بلغوني. تمام. طيب هنا ماشي، هنا السلوب كان بالبوزيتيف. طيب لحد فين؟ ايه هيبقى لحد فين؟ معلش الصوت بيقطع. هيبقى لحد فين؟ لحد فين مش فاهم. اه الكويز مش يوم الحد يعني. هيبقى لحد المحاضرة احنا هنعمل الأسبوع ده. هنعمل الأسبوع اللي جاي، فمش هتنكلود المحاضرة بتاعت الأسبوع اللي فات اللي هما المحاضرتين بتوع الريسيفر تقريبا فهيجي تقريبا في الأنجل موديليشن اف ام وبي ام. يعني الاسبوع اللي انت هتاخده فيه الكويز مش هتنكلود المحاضرات اللي كانت في الاسبوع اللي قبليه، فهيجي في الاف ام والبي ام. فهنا لو الاسلوب هنا عالي فبتلاقي الفريكوانسي عاليه، هنا الاسلوب بزيرو تبقى هنا اف سي، هنا الاسلوب بالنيجاتيف فبتلاقي اقل من الاف سي اند سو اون يعني، وانت بترسم الرسمه بتاعتك. طيب بعد كده عشان نحسب بقى جينا كده احنا عرفنا الموديوليشن في التايم، عرفنا ازاي نرسمه زي ما عملنا بالظبط في الاي ام، ناقص بس نشوف الفريكوانسي دومين بيبقى شكله عامل ازاي عشان الباندوت. اهم حاجه في الكوميونيكيشن سيستمز دي الباندوت والباور، دول اهم من ريسورسز يعني عندنا، فلازم نحسب الباندوت للشكل اللي فوق ده. فقلنا هنمشي شويه خطوات
لحد ما نجيب ال S of F. فبدأنا قلنا زي كل مرة simple أسهل كيس إن إحنا حطينا ال M of T بكوزاين وبدأنا نمشي في الخطوات. إحنا هنشتغل على FM بس، وإن شاء الله في الشيء هتعرفوا إن الاثنين واحد مش تفرق في أي حاجة، وإن إحنا بنحسب الباندويت يعني. فقلنا إن دي مثلا لو ال M of T، فعشان تجيب ال S of T بتاعت ال FM كنا بنعمل إيه؟ بنحط ال M of T في الانستنتينيوس فريكونسي، بعد كده بتكملها عشان تجيب الانستنتينيوس فيز، بعد كده بتحط ده في الكوزاين، في الكوزاين في الفيز بتاع الكوزاين. بس اتقطع ولا كان حد فتح المايك بالغلط؟ ايوه حد كان فتح المايك بالغلط. فالمهم وصلنا لحد ان الموديليتد ويف بتاعت ال FM تبقى الشكل ده بالظبط، عباره عن ساين محطوطه جوه الكوزاين. فقلنا لو جينا عملنا اناليسيس للشكل ده ممكن تحط بقى في الفوريير ترانسفورم بتاعه وتحسبه، او ممكن نجيبها بكذا طريقه يعني. فكان في طريقه سهله جدا تدينا بس زي حاجه مبدئيه كده شكل الفريكوينسي هيبقى عامل ازاي. لو انا استخدمت فكيت دي، هي عباره عن دي عباره عن كوزاين مجموع زاويتين، دي فهتبقى كوزاين كوزاين ماينس ساين ساين. فلو انت فكيت واحده منهم بتيرو الاكسبانشن زي ما قلنا في السكشن اللي فات، هيطلع لك هارمونكس كتير قوي، عند 2 ام 2 اف ام و 3 اف ام و 4 اف ام اند سو اون. بس الامبليتيود بتاعها ما عرفناش نحسبه لان هي كانت انفينيتي سيريز كده. ففي اثبات تاني بقى ما هتلاقوه في الريفرنس، بس الدكتور مش عليكم خالص، ان هي بتطلع بيس الفانكشن. فانا عارف مبدئيا ان هي ان الشكل ده هيطلع لي هارمونكس كتير، بس الامبليتيودز بتاعها تبقى ايه؟ دي اللي طلعت بعد كده من اثبات ان هي هتطلع بيس الفانكشن. طيب كنا بنقسم ال الفريكوانسي موديليشن دي لحاجتين، على الطريق البيتا. لو البيتا قليله كنا بنقول عليها نور باند، ولو البيتا كبيره بنقول عليها وايد باند. طب بتفرق ايه؟ بتفرق في حاجات كتيره جدا. تفرق في التيرور اكسبانشن بتاع الساين دي. لو انت عندك البيتا قليله جدا، دي بالنسبه لنا هي الاكس، الاكس هنا ايكوال بيتا ساين 2 باي اف ام. لو البيتا دي صغيره جدا فتقدر تقول ان الاكس كلها صغيره، الساين دايما بتبقى اقل من واحد، فممكن تعمل نيجليكشن للهاير اوردر دول. ونفس الكلام هنا لان هي نفس الاكس. فده كان بيدينا ابروكسيميشن للاس اوف تي، وبالتالي كان بيسهل جدا ان احنا نجيب الفريكوينسي دومين. كان بيطلع الابروكسيميشن بالشكل ده، الشكل ده كده بس. وزي ما الدكتور قال لكم في المحاضره وقلنا احنا في السكشن ان ده بيبقى عباره عن ايه؟ اي ام امبليتيود موديليشن لارج كارير، كمان عشان الكارير موجود هنا بس مش هو بالظبط يعني. كان في مساله في الشيت بتقول ان شكل الانفلوب بيبقى شكله عامل ازاي. هو نوع اي ام، الانفلوب بيتغير مع السيجنال زي ما حلينا تاني مساله في الشيت، بس مش لينيري مع الماسك سيجنال. فبتطلع حاجه كده يعني، لو جيت تجيب الانفلوب بتاع دي كانت بتطلع حاجه سكوير روت اي سي سكوير بلس بيتا سكوير. شباب حد مش فاهم طيب، او مش فاكر موضوع صعب؟ لما انا عمال اقرا من السلايدز كده حد يقول اي حاجه؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام طيب، بنراجع سريعا كده يعني، بس لو حد عايزني اقف واقول يقول لي مش فاهم الحته دي اوعدها تاني، لو الدنيا واقعه منه في الحته دي اعيدها ما عنديش مشكله يعني. فكان بيطلع دايما ان الانفلوب اللي هو يعبر عن الاي ام دي، انا ممكن اقول عليها ان هي ايه كوزاين 2 باي اف سي 4. فده بالنسبه لنا الانفلوب الامبليتيود. لو لقيت ان الامبليتيود ده بيتغير مع تايم او بيتغير مع الماسك سيجنال يعني، ده معناها ان هي اي ام. ففعلا بلاقي ان الامبليتيود لما اجي اعوض واجيب الاي دي تطلع بشكل السكوير روت اللي بتاع ده، فلاقيها فعلا بتتغير مع الماسك سيجنال. بس سكوير روت واندر سكوير روت وفيها سكويرنج وتحت السكوير روت، فملعبكه شويه مش زي الاي ام اللي احنا خدناها بكده. فممكن ده يبقى نوع من الموديليشن بس مختلف عن اللي انتوا خدتوه، لا لارج كارير ولا سبريسد كارير ولا اي حاجه.
انا من الاول عارف ان الامبليتيود والباور بتاعت الانجل موديوليشن سواء بي ام او اف ام بتطلع ثابته اللي هي اي سي سكويرد اوفر 2 الامبليتيود بي سي والباور اي سي سكويرد اوفر 2. فده نتيجه الابروكسيميشن تلاقي لا في فاريشن في الانفلوب في الامبليتيود نتيجه الابروكسيميشن او النيجليكشن للهاير اوردرز اللي احنا عملناهم دول. وكل ما تاخد اوردرز اكتر اكس سوبر 3 اكس سوبر 5 هتلاقي دايما تقريبا الامبليتيود بيتند ان هو يبقى كونستنت. قلنا ده شكل النارو باند او الاف ام موديليتور بس يبقى نارو باند. وطلعنا الايكويشنز بتاعته المره اللي فاتت. طبعا نجيب الباند ويث اللي احنا ما قلناهوش المره اللي فاتت. بعد ما عملنا فورير ترانسفورم تعملنا الشكل ده بتاع الاس اوف تي. اللي هي لو انت عملت حولت دي كده من هنا لهنا هيطلع لك الشكل البسيط ده. الشكل البسيط ده اي حد فينا يقدر يجيب الفورير ترانسفورم بتاعه. الجي ان وبيتا دي كونستنت وكوزاين. الكوزاين تتحول ليه؟ تو امبلس. بس انت عندك انفينيتي سيريز من الكوزاين. عندك كوزاين مره بوزيتيف ونيجاتيف ان والان دي من 0 لحد انفينيتي. مره تبقى اف سي بلس اف ام 2 اف ام 3 اف ام وبالماينس برضه اف سي ماينس اف ام ماينس 2 اف ام اند سو اون. فده بيديني شكل سبيكترم عامل ازاي؟ كنا رسمناها المره اللي فاتت. بيدينا عند اف سي مثلا امبليتيود جي 0 وبيتا وعند بلس اف سي بلس اف ام واف سي بلس 2 اف ام تبقى دي جي 1 وبيتا. هنا جي نيجاتيف 1 وبيتا. حد يا شباب ما يعرفش يرسم الشكل ده؟ نيجاتيف 2 وبيتا. وهنا الميرور بتاعتها بالظبط. شاف حد مش هيعرف يرسم الشكل ده عيده تاني ما عنديش مشكله. ماشي. يعني لو جيت في الكويز قلت لكم ارسموا حاجه زي دي هتعرفوا؟ فجينا قلنا بس المره اللي فاتت حاجه مهمه ان انت ما تتلخبطش ان 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 ده مش ميرور لده. هي ده سيجنال ودي الميرور بتاعه. لكن عند الاف سي ده مش ميرور لده في المربع ده بس. دي حاجه وده حاجه ثانيه خالص. ده هي السيجنال كلها على بعض اللي في البوست. هي حظك ان هي طلعت سيمتريك اراوند الاف سي. فالبيس الفانكشن دي كان لها بروبرتيز كده قلناها برده المره اللي فاتت اللي هم دول. وجبنا قانون الباور. فعايزين بقى نحسب الباندويث ده اللي ما خدناهوش المره اللي فاتت. بس خلونا في الاول نتكلم شويه على الرسومات دي كانت موجوده في الريفرنس والدكتور اداها لكم في المحاضره. حد معايا بقى كده اللي وقفنا عندها المره اللي فاتت بالظبط. هو البيتا ايكوال ايه يا شباب؟ حد يقول لي؟ دلتا اف على اف ام. ماشي. طب في الحاله دي البيتا بتزيد. عشان البيتا تزيد عندك حل من الاثنين، يا اما الدلتا اف تزيد او الاف ام تقل. تقل مظبوط. ففي الحاله دي ايه اللي بيتغير؟ في الكيرفات دي تقرا الكيرف ده تقول لي ايه اللي بيتغير وايه اللي ثابت. اول حاجه البيتا بتتغير. ففي حاجه بتتغير يا دلتا اف يا الاف ام. حد يقول لي؟ دلتا الايه؟ دلتا اف. الدلتا اف ليه بقى؟ هي صغيره هي بتكبر. هي واضح على الرسمه ان الدلتا اف فعلا بتكبر. وحاجه اهم ان المسافات ما بين الامبلسز ثابته. يعني دي انت عارفين ان المسافات بين الامبلسز هي عباره عن اف ام. فاف ام في اول كيرف هي بالظبط الاف ام في ثاني كيرف عند بيتا 2 وعند بيتا 5 نفس الاف ام بالظبط نفس المسافه. معنى كده ان هو مثبت الاف ام. طب الدلتا اف فعلا هي اللي عماله تتغير مع مع البيتا. فهم هنا في لاحظوا حاجه مهمه جدا ان انت بعد ما بتزود عن الدلتا اف كل ما بتزود عن الدلتا اف بنلاقي ان الامبلسز دي بالديكي جامد.
الديكي جامد جدا بعد الدلتا اف، وخصوصا عند الفاليوز الكبيره للبيتا. طب الابروكسيميشن ده ما بيبقاش بقى فاليد في الفاليوز القليله للبيتا، زي مثلا هنا وانت طالع فوق يعني، اللي هي مثلا هاف اند سون. فانا ممكن كابروكسيميشن اقول للبند ايه ليه مش فاليد. طب خليك ماشي، لو انا مثلا يعني معلش هو الصوت فيه مشكله، معلش قولي تاني كده. كنت بقول عشان بالديكي يعني. لا هي كده بالديكي بعد الدلتا اف، بالديكي جامد بعد الدلتا اف، والفاليوز بتاعتها ممكن تعملها نيجليكشن في لما البيتا تبقى كبيره جدا. كل ما تكبر البيتا كل ما بعد الدلتا اف الفاليوز بتبقى صغيره وتقدر تعملها، وبالديكي كمان وتقدر تعملها نيجليكشن. ده كده معناه ايه؟ ان انا لو عملت نيجليكشن لشويه الامبلسز دول هبقى كده انا جبت الباندويث كان دول بقوا زيرو هنا، صح كده؟ فالباندويث بيبقى عند البيتا العاليه بتبقى عباره عن 2 في الدلتا اف، لان يمين الاف سي زي شمال الاف سي. انا كل ده شغال بوست فريكونسي. تمام. مفيش هنا تعريف زي ما قلنا المره اللي فاتت للسنجل سايد باند، مش حاجه اسمها هنا سنجل سايد، هي دي السيجنال كلها على بعضها. طب فين الابر سايد واللور سايد؟ الابر سايد اللي انت شايفه، اللور سايد في النيجاتيف. تمام. فانا كل ما بزود البيتا ممكن ابروكسيميت الباند ويث للمعادله دي. طب لو انا عندي بيتا قليله ليه دي مش فاليد؟ فمثلا عندي بيتا ب 0.1. طب البيتا 0.1 دي عباره عن ايه؟ نارو باند ولا وايد باند؟ نارو باند. النارو باند الباند ويث بتاعه كانت ايه؟ 2 اف ام. 2 اف ام. فتعالى هنا مثلا لو انا قلت ان الاف ام مثلا ب 100 هرتز والدلتا اف تساوي كام؟ تبقى ال 0.1 في 100 في 100 تبقى 10. عشان تفضل ان ال 10 اوفر 100 تديني ال 0.1 بتاعت البيتا. حد عنده مشكله يا شباب؟ دلتا اف والاف ام تلعبوا بيهم كده بارقامهم كده عادي، تجربوا بارقام يعني عشان حتى الكيرفات اللي هنتكلم عليها تحت. فانا لو جيت قلت الباند ويث هو عباره عن 2 في الدلتا اف، الكلام ده صح؟ اطلع 20 هنا، اطلع 20 من القانون اللي احنا قايلينه تحت ده، هيطلع 20 هرتز، الكلام ده صح؟ لا هو المفروض يطلع 2 اف ام، حسبناها قبل كده في النارو باند، المفروض تطلع 2 اف ام اللي هو تطلع كام؟ 200. فبيطلع فرق كبير جدا. فالباند ويث اللي تحت اللي هو 2 دلتا اف دي مش فاليد عند السمول بيتا. تمام؟ هي كلها ابروكسيميشنز يعني، بس الابروكسيميشن ده ما بيبقاش فاليد عند السمول بيتا. فهم تغلبوا على الموضوع ده ازاي؟ قالوا ان الباند ويث هتبقى عباره عن 2 دلتا اف بلس 2 اف ام. لو انا عندي في الاوردرز بتاعت البيتا عاليه دي اللي هتدومينيت، يبقى الباند ويث بتاعي ودي هيبقى رقم صغير جدا. طب لو انا بيتا قليله ال 2 اف ام هي اللي هتدومينيت والدلتا اف دي هتبقى رقم صغير جدا. فبدل ما يطلع الباند ويث مثلا 200 هيطلع 220 مثلا. هي كلها ابروكسيميشنز يعني، هو كده كده الامبلسز موجوده، بس احنا بنابروكسيميت ان هي يعني ممكن نعبر عن الامبليتيود بتاعها ان هو بزيرو نشيلها. الفكر ده او الميثودولوجي اللي احنا بنشتغلها دي بنستخدمها حاجات كتير جدا. تحط ال في رينج معين حاجه تدومينيت وفي رينج تاني حاجه بتدومينيت تجمعهم على بعض وخلاص. طب والماكسيمم ايرور تيجي امتى؟ لو البيتا حاجه في النص بقى، لا هي قليله قوي ولا هي كبيره قوي. تمام. شوف حد عنده مشكله؟ ده قانون الامبيريكال بتاع الباندويت. حد عنده مشكله؟ جه منين؟ ما عندي سؤال. لو انا صغرت، لو انا كبرت البيتا ان انا صغر الاف ام، الشكل هيبقى عامل ازاي؟ يعني كده هاخد سامبلز اكتر برضه زي ما بيحصل هنا، ولا الشكل اللي هيبقى بس ان هو لو انا كبرت البيتا؟ حاضر. لو انا كبرت البيتا فانت صغرت الاف ام. تمام. معلش قول تاني السؤال عمر. الشكل بس هيبقى عامل ازاي؟ انا هبقى باخد برضه سامبلز اكتر، ولا بس كل اللي هيحصل ان هم السامبلز هتبقى ادي اقرب لبعض وخلاص؟ لو انت عندك بيتا، طب الرينج بتاع البيتا كام؟ ما بيتا مثلا يعني تبقى بيتا بخمسه برضه زي ما احنا عاملين هنا، بس بقى ان انا صغرت الاف ام مش كبرت الدلتا اف. هي الرسمه دي ما تضايقش نفسك.
هي دايما قول لي بقى انت نفس عم. قول لي هنا بقى البيتا بتتغير ولا مش بتتغير؟ بتتغير. دي بتتغير. فايه اللي بيتغير بقى؟ هنا بقى الاف ام هي اللي بتصغر. عماله تصغر لان هنا المسافه بص عامله ازاي، كبيره. هنا اف ام كبيره، هنا الاف ام اف ام اصغر، اصغر، هنا اصغر بكتير، اف ام وعدد اصغر السامبلز بكتير. برضه بيزيد. اوكي عدد السيمبلز عمال يتضغط اكتر جوه 2 دلتا اف، بس هيفضل ان الابروكسيميشن اللي احنا بنقوله ده فاليد، ان هو ان دايما عند البيتا كل ما تكبر هتلاقي ان بعد 2 دلتا اف برضه بتديكي، وممكن تنجلكت الفاليوز. طب يعني ايه؟ يعني طب احنا ممكن نبص لها بطريقه ثانيه، نبص لها مثلا ازاي؟ طيب خلينا نربطها بالكريفات مثلا بتاعت البيسل فانكشن. هو انت كل ما بتزود البيتا، لو رجعنا مثلا للكريفات بتاعت البيسل فانكشن، انت كل ما بتزود البيتا بتعمل ايه؟ قلناها المره اللي فاتت، بتعمل ان السامبلز اكتر، يبقى الوزن بتاعها ليه لازمه مش ليه. هتلاقي مثلا ان الجي 0 اللي هي بدات تقريبا، والجي 1 والجي 2 اللي هي بدأ من بدري. لو انت مثلا عندك جي 100 بتلاقيها بتطلع بالراحه قوي قوي، فدي مثلا جي 100 مثلا يعني وبيتا. فبتلاقي ان الجي 100 دي ظهرت بقى ليها فاليو هنا عند القيم البيتا العاليه. طب ومين اللي مات؟ الجي 0 والجي 1 والجي 2 والجي 3. فانت كده كانك عملت ايه؟ كانك كبرت الباند تاني. يعني انت لو ظهر لك جي 100 على الرسمه دي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي في امبلس بعيد قوي كده، بعيد قوي عند 100 اف ام، اف سي بلس 100 اف ام، صح كده؟ عشان مثلا هنا 100 اف ام. طب انت بقى كل ما بتزود البيتا، معنى كده المفروض الباند ويث يكبر، بس لا، انت كل ما بتزود البيتا انت فعلا بيظهر لك فاليوز بعيده قوي، بس هم عمالين يتضغطوا، فبرضه ما مش بيخرجوا بره ال 2 دلتا اف. فاهم قصدي؟ اه تمام ماشي تمام. فهم الاثنين بص، يعني الكيرفات والمعادلات كلهم بيدوروا حوالين نفس الحاجه، كل واحد احنا هنفضل نقول طرق مختلفه، كل واحد يفكر فيها زي ما هو عايز. فهي هنا كده كده مش تفرق، برضه الابروكسيميشن بيفضل فاليد، وبيعتمد بس على ايه؟ بيعتمد على البيتا. انت كل ما البيتا بتزيد اتفضل. لو كبرت لو خدت فاليوز جي 100 جي 99 والكلام ده، ف معنى كده ان البيتا عاليه. اه معنى كده ان البيتا عاليه. طب البيتا عاليه نتيجه حاجتين، اول حاجه يا اما الاف ام صغرت، فكل الانبوتس البعيده اللي انت بتقولي عليها دي اتضغطت جوه ال 2 اف ام، ال 2 اف ال 2 دلتا اف، فالابروكسيشن بتاعي فاليد، او الدلتا اف ذات نفسها زادت، راحت هي اللي خدتها، خدت وهي الدلتا اف بتاعها. الاثنين الكومبوننتس معايا، خدت الكومبوننتس معاك، فالابروكسيميشن دايما فاليد. احنا عاملين نلف حوالين نفسنا يعني. باشمهندس اتفضل. هو انا الدلتا اف ده الباندويث بتاعي صح؟ اه ماشي، بيبقى تقريبا عند هاي بيتا لما تبقى عاليه، ده الباندويث بتاعك. طب انا يعني انا على اساس ايه بحدد الباندويث هيخلص امتى، او هاخد عدد الامبولسز دي بس؟ لا، الكرايتيريا دي، الكرايتيريا اللي هي اسمها كارسونز رول، مش بتقول لك على اساس حاجه، هي تقريبا جابها كده من ايه، من اكسبيرمنت، قال لك ان هو تقريبا بعد 2 دلتا اف معظم الكومبوننتس ممكن تهملها. يعني ما قالكش قيمه معينه، ما قالكش قيمه معينه. في كرايتيريا تانية؟ اتفضل قول. اعرف رقم دلتا اف ده منين اصلا كرقم يعني؟ انت ايه رايك لو مثلا انا جيت في مساله وقلت لك البيتا ايكوال مثلا 10 تمام، وعندك الماكسيمم فريكوانسي في السيجنال 1 كي مثلا، دلتا اف تطلع بكام؟ يعني انا بحسبها من الايكويشن دي مش اه طبعا انت بتبقى عارف السيجنال بتاعتك داخله الماكسيمم فريكوانسي عندها كام كده، تبتدي انت بقى بالظبط تبتدي تظبط بقى، شوف انت عايز تاخد باند ويث قد ايه، فبالتالي يبقى عندك بيتا معينه and so on. يعني البيتا دي دايما بيداني، فعلى اساسها وعلى اساس الماكسيمم فريكوانسي قصدي بعرف اجيب الباندويث بتاعي. مظبوط. شكرا يا باشمهندس.
بس انت كديزاينر بقى، انت كديزاينر بتبقى عارف السيجنال بتاعتك داخله الماكسيمم امبليتيود مثلا بتاعها كام والماكسيمم فريكوانسي بتاعها كام، فانت بتحدد السيجنال دي هتاخد باند ويث قد ايه. على لو انت عايز الباند ويث قلنا بيعتمد خلاص على البيت. فانت عشان تتحكم في الباند ويث ايه الفاكتور اللي معاك اللي هو كي اف، تبقى عندك كي اف في الاي ام على الاف ام هو ده البي، هو ده اللي بيتحكم في الباند ويث يا ده يا اللي تحت. فانت عندك الاي ام والاف ام كونسترينز عليك من السيجنال، هو بس انت ممكن تتحكم كديزاينر في الكي اف ده. موضوعنا خالص هنشوف المسائل ماشيه ازاي. فده كان اول ابروكسيميشن، اول ابروكسيميشن للباند ويث اللي هو عباره عن 2 دلتا اف بلس 2 اف ام. طب ده مش ابروكسيميشن صح ومش حقيقي، لان هو مش حاطط كرايتيريا معينه، مش بيقول لك لما الامبلس مثلا او الامبليتيود يقل عن فاليو معينه هقدر اعمل لها نيجليكشن. يبقى ونقدر نقول فعلا لو انا عايز ازود الاكيوريسي اخليه يقل عن قيمه اقل، زي ايه؟ زي اللي بعدها. يعني مثلا في كرايتيريا اللي بعدها على طول بتقول ايه؟ لما الامبليتيود انت كان عندك كوزاين اوميجا سي بلس ان اوميجا ام في تي، تيجي تقول لما الامبليتيود مثلا لو سميناه فمثلا دي كانت عباره عن AC في JN صح كده، وهنا كان في سيجما. في كرايتيريا ثانيه بتقول ايه؟ لما الامبليتيود بتاع الكوزاين ده يقل عن فاليو معينه ريلاتيف للاي سي، يعني ماشي ده واحدة شاية. معايا شباب؟ مع حضرتك. تمام. انا لو عايز ارسم الـ زي ما رسمنا قبل كده في فريكوانسي دومين، الكوزاين دي الامبلس بتاعها بيبقى في الفاليو بتاعتها ايه؟ اي سي في جي ان وبيتا على 2 صح كده؟ فانا في كرايتيريا ثانيه بتقول عشان تقدر تعمل نيجليكشن للامبلسز دي لازم الفاليو دي كلها تقل مثلا عن قيمه معينه، تبقى اقل مثلا من 0.01 مثلا يعني. اي سي دي كرايتيريا تانية مثلا يعني، او اي حاجه اي رقم ايا كان. ف ف ف فنوع بقى كرايتيريا تانية جه قال لك ان لازم الجي ان وبيتا تقل عن 0.1. لما الجي ان وبيتا تقل عن رقم معين معنى كده ان الامبليتيود ده كله يبقى قليل جدا، معنى كده ان الامبلس تقريبا بتختفي في الفريكونسي دومين، فاقدر اعمل لها نيجليكشن. دي كرايتيريا تانية وليها ارقام معينه. طب لو انا عايز ازود الاكيورسي، عايز اخد ما انت لما بتعمل نيجليكشن لشويه امبلسز انت كده بتعمل ديستورشن، انت كده شوهت السيجنال، شلت شويه كومبوننت منها. طب لو انا عايز ازود الاكيورسي هاخد باند ويث اكبر زي ما خدنا في المعمل كده لما بنحط سكوير ويف. فهنا لو انا عايز مثلا ازود الاكيورسي واقلل الديستورشن هتقول مثلا الجي ان وبيتا مثلا تبقى اقل من 0.001 مثلا، كده انت هتاخد كومبوننتس اكتر. يعني فاهمين يا شباب ولا في مشكله؟ تمام. عايزين نزود الاكيورسي نزود الرينج اللي بناخد فيه، بناخد منه حاجه. تفضل تاخد امبلسز اكتر زي ما كنت بتعمل في السكوير ويف، فعشان تاخد امبلسز اكتر تقول ان اقل ليميت هلغي عنده، هقول ان تاني الامبلس دي مش موجوده تقلله شويه. فبدل ما انت مثلا عندك الشكل كده امبلسز كده، فتقول لو اي حاجه تحت الليفل ده انا هعمل لها نيجليكشن، فهتعمل نيجليكشن لحاجات كتير. طب ما انت ممكن تقول لا انا هنقلل الليفل شويه، فانت كده بتاخد امبلسز اكتر.
فعمال تاخد انبوتس اكتر فالديستورشن بتاعك بيقل يعني. فكل دي كرايتيريا معينه. فانت في هنا عندك تريد اوف، لو زودت الباندويث قوي فتقريبا خدت السيجنال اللي انت متوقعها في الاوتبوت او الاس اوف تي، وبتقدر تعمل لها ريسيف من غير اي ديستورشن. طب لو قللت الباندويث بتعمل نيجليكشن لامبلسز كتير اكتر، بتعمل نيجليكشن لامبلسز اكتر فبالتالي بتعمل ديستورشن اكتر. فممكن ده يعبر لك عن ايه، السيجنال بتاعتك ما تبقاش البرفورمانس بتاعها او الكواليتي لما بتوصل ما تبقاش كويسه، لان انت في شويه كومبوننتس اتلغت. لان انا مثلا في الريسيفر متوقع ان السيجنال توصل لي كده، اللي هو AC كوزاين أوميجا C of T بلس مثلا KB في الام of T. دي لها باندويتس بإنفينيتي، فعشان أنا أرجع السيجنال دي في التايم دومين يبقى بنفس الشكل ده لازم أخد كل الكومبوننتس. فلما بتعمل شوية تلغي شوية كومبوننتس مش بترسيف السيجنال دي، بترسيف حاجة تانية. فبالتالي أنت بتبقى عامل أوبريشنز عشان تطلع الام of T من الشكل ده، بس للأسف الشكل ده ما جالكش، فهتطلع ام of T ديستورتد شوية، مش هي الام of T بتاعتك. طبعا انا كده ان الكواليتي يعني. فزي ما قلنا برضو السكشن اللي فات ان الاي ام الانجل موديليشن ده خلى الباندويت يخش معايا كتريد اوف. لو انا عايز احسن الكواليتي، احسن النويز بيرفورمانس، اعمل حاجات كتيره، ازود الباندويت بتاعي، فخلاني يبقى عندي ديجري اوف فريدم كده ان انا استخدم الباندويت علشان احسن حاجات تانية. هو دايما انت بتاخد حاجه وتسيب حاجه، فانت خسرت باندويث بس كسبت بيرفورمانس احسن عن الاي ام مثلا او عن اي حاجه ثانيه. طيب الكرايتيريا بقى اللي هي دي اللي موجوده في الريفرنس هي اللي هي اللي بتاعت 0.01 دي، بيشوف لما الجي ان وبيتا تقل عن 0.01 اي من اول الان دي، كل الان اللي اكبر منها بتبقى اقل منها. فتقدر تعمل لها نيجليكشن. طب حد يقول لي كده قلنا السكشن اللي فات ليه لما انا مثلا جيت قلت الجي اوف 10 حققت الكرايتيريا دي مثلا ايكوال 0.01 مثلا، ليه الجي اوف 11 تبقى اقل منها؟ اعمل لها نيجليكشن. ونفس السكشن اللي فات يا باشمهندس، دي من خصائص البيس الفانكشن. قلنا ان هي تبقى جوه الجي اوف 10 بالظبط، قلنا ان الكيرفات دي بتلاقي ان كل ما بتعلى بالاوردر بتبقى جوه بعض، فدايما هتلاقي ان الجي 11 اقل من الجي 10، فممكن تعمل لها نيجليكشن. هو مش بالضروري، هو ممكن كابروكسيميشن. طب مش بالضروري ليه بقى؟ يعني مثلا لو انا جيت خدت عند اي بوينت مثلا دي جي 4 ودي جي 3 مثلا، فهنا الجي 3 دي جي 3 كانت هنا عند البوينت دي بالظبط عند البيتا دي هي اقل من 0.1، فمش بالضروري الجي 4 تبقى كده، ممكن تطلع الجي 4 اكبر منها عادي، وده اللي موجود في الرسمه هنا. ان انا ممكن الاقي ان انا ممكن الاقي امبلس صغيره جدا وبعد كده ترجع تزيد تاني عادي جدا. فكل كل كل اللي احنا بنقوله ده ابروكسيميشنز، وبنعمل له حاجات امبيريكال كده يعني، مش ملهاش قيم حقيقيه. ليه؟ لان موضوع فلسفي، انا مش هقدر اخد باندويث بانفينيتي يعني، فبيحاولوا يشوفوا احسن طريقه اقل باندويث ويديني بيرفورمانس مقبول. فهم على الكرايتيريا دي عملوا ايه؟ عملوا الجدول ده. قالوا لو انت عندك البيتا، لو انت عندك مثلا البيتا بالارقام دي، طب كل ما بتعلى بالبيتا واضح انك بتاخد عدد الان اكبر، بتاخد امبلسز ابعد. ليه؟ علشان بتكون على البيسل فانكشن الاوردرز الكبيره طلعت، هي بتطلع بطيئه بس بتكون طلعت لما بتزود البيتا قوي، ده اللي احنا كنا لسه رسمناه من شويه. فده كان امبيريكال برضو كير معمول بالبراكتيكال كالكوليشنز كده، طلع لنا الفاليوز بتاعت الان دي. حد عنده مشكله يا شباب ليه لما بزود البيتا بزود العدد في الامبلسز اللي باخدها او بزود الباندويث بقى؟
حد عنده سؤال طيب او حد اتلخبط؟ لا تمام. انا بس كان عندي سؤال, هو في المحاضره الباندويت دكتور هنا لما جه عمله كان بيبقى 2 ان ماكس في اس ام. كنت لسه اسالك السؤال ده. مظبوط, ماشي صح. تمام. لو انت عايز تجيب ده يعني اتفضل. ده يعني زي ال approximation, زي مثلا في النارو باند احنا كنا بنقول ان هو 2 اس ام بس بيبقى ان دي 1 اصلا. فهنا احنا كملنا على هذا المنوال يعني. تمام هقول لك انا, واحنا جينا قلنا لما بنرسم الفريكوانسي ريسبونس بتاعه الاف ام كانت بتطلع حاجه اف سي وشويه امبلس قبليها وشويه امبلس بعديها. طب ال2 ان دي بتعبر عن ايه؟ دي اول امبلس بعد الاف سي بنسميها عند الان 1 ان 2 وان 3 وقبليها نيجاتيف ان 1 ونيجاتيف ان 2 ونيجاتيف ال ان يكون نيجاتيف 2 يعني, والان يكون نيجاتيف 3. فهو لما بيديك 2 ان ماكسيمم بيقول لك ال ان اللي هتاخديها يمين وزيها بالظبط شمال. فانت عشان تجيب التوتال باند ويدث من هنا, لو انا قلت لك ان الفرق بين كل امبلس وامبلس اف ام تعمل ايه؟ هضرب الاثنين في ان 2 ان ماكسيمم في الاف ام, فهي دي تبقى الفريكوينسي بتاعها الباند ويدث بتاعها. هو كان ممكن يديك ان واحده, كان ممكن يديك ان واحده اللي هي يقول لك الان ماكسيمم ناحيه اليمين مثلا, بس انت بعد ما تضربها في اف ام هتضطر تضربها في اتنين برضه مش تجيب الناحيه الثانيه عشان احنا قلنا هو اخر كومبوننت عندي. ايه هي اخر كومبوننت عندي وانا كده كده عارفه ان بيبقى فيها قبلها فهضرب في اتنين. معلش قولي تاني كده. بتبقى اخر كومبوننت عندي اللي هي اخر كومبوننت ناحيه اليمين زي اللي بعد بالظبط. فانت بتاخديه ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ لان الامبلسز سيمتريك, فانت لو عندك الامبلسز ناحيه اليمين كبيره بالبديهي ناحيه الشمال ناحيه الاف سي ناحيه الشمال بتطلع برضو كبيره, فلازم تاخديها معاك مش تقدر تعملها نيجليكشن. فالكيرف ده او التيبل بقى ده, التيبل ده هخلوه كيرف, هو الكيرف ده بالظبط. فهو لو حد ملاحظ ال الباند ويدث بتعتمد على ايه؟ على البيتا اللي هي على الاكس اكس. هو تقريبا الدكتور اتضرب لكم اكزامبلز كتيره على الكيرف ده. فاهمينه ولا عارفين ازاي تستخدموه؟ نخش على بعض ولا لا ممكن هل في سؤال؟ انتوا المسألة بتاعت الاسايمنت عليه اصلا. المسألة رقم 8 على الكيرف ده. اتمنى يا شباب محدش ما يسلمش الاسايمنت او يسلمه غلط, يعني ممكن يسألني او ممكن تساعدوا بعض عادي جدا. مش هيعتبر ناقل يعني. بس ما تنقلش يعني ما تنقلش بالظبط زي زميلك يعني, بس ممكن تساعدوا بعض. هو الاسايمنت ده ديدلاين امتى؟ هو تقريبا هيبقى على ال ام اس فممكن نتفق عليه برضه مع بعض يعني. شوفوا انتوا تسلموه مثلا يوم السبت اللي جاي اللي بعده كويس. هو موجود على ال ام اس يعني دلوقتي؟ لا لا مش موجود دلوقتي, انت بس حلوه الاول في ورقه بعد كده هنشوف هتسلموه في الكليه مثلا ولا في على ال ام اس. السبت اللي بعده جاي ده. ايه الاسئله موجوده فين؟ ابعت في الاخر هقول لكم السكشن اللي فين. 1 و85 هي موجوده في اخر سلايد دي. خلينا كده ناخد كام اكزامبل كده. طيب انا من هنا عارف انا لما بزود البيتا ايه اللي بيحصل في الباندويت. بيزيد مظبوط. ليه؟ لان عدد ال n بتزيد فانت بتضرب عدد ال n في الاف ام. لو انت افترضت ان اف ام كونستنت فانا مثلا افترضت ان الاف ام كونستنت, بس هنا واضح ان الباند ويدث بتقل مع البيتا. حد عارف ليه؟
الواي اكس ده والباندوث، مع اننا عارف ان الباندوث من هنا هو التابل ده هو نفسه الكيرف 2 1. لما زود البيتا عدد الان بتزيد، فبالتالي عدد الـ ايه؟ كنت هجاوب، كنت برد على حضرتك يعني. اتفضل. عشان لما البيتا بتزيد انا كده بقلل الاف ام، والاف ام لما بيقلل الاف ام كونستنت. تمام، انا جبتها من الريليشن بيتا ايكوال دلتا اف على اف ام، حسبت ان هي بدل البيتا بتزيد يبقى دلتا اف ام الاف ام قصدي بيقل. لا لا، الاف ام كونستنت. يبقى برضو البيتا لما بتزيد دلتا اف بتزيد، فعشان كده البيتا على دلتا اف كلها بتقل. ممتاز. هو البيتا هي عباره عن دلتا اف على اف ام، صح كده؟ فلو الاف ام كونستنت، انت مثلا لو انت عند بوينت 2 مثلا يعني، فبتلاقي ده مش الباندويث يا شباب، ده الباندويث على الدلتا اف، لازم تقرا الكيرف كويس. فمثلا لو انا هنا عندي 2 وجيت خدت عند بوينت 2 ضربت البيتا في 10، وانا عارف ان الاف ام كونستنت، فبالتالي الدلتا اف هتبقى عباره عن ايه؟ اتضربت برضه في 10، ما البيتا اتضربت في 10 والاف ام كونستنت، فالدلتا اف اتضربت في 10. فلو انا جيت قلت مثلا البيتا تايمز 10، فهنا الاف الدلتا اف هتطلع برضه تايمز 10. بس تعالوا بقى نشوف ايه اللي بيحصل في الباندويث اوفر الدلتا اف. بتلاقي مثلا ان ده كان 5 عند البوينت دي، كان 5 عند البيتا الصغيرة كان 5، وعند البيتا الكبيرة كان مثلا 3. فلما انت تيجي تحسب الباندويث ده بتبقى عبارة عن ايه؟ فالباندويث لو انت مثلا اعتبرت الدلتا اف في الاول 1K، وهنا هتبقى عبارة عن 10K، فبتلاقي انت الباندويث بتبقى في الاول خالص 1K في 4 تبقى 4K. طب وفي الحالة التانية 3 في 10 ب 30K. طب ده حصل ليه بقى؟ طب وامتى الاثنين يبقوا زي بعض بالظبط؟ انا ما فهمتش الحته دي يا باشمهندس، معلش. تاني، حاضر، تاني. امسح كل ده بقى. خلينا نجرب ارقام، ارقام حقيقيه. انا مثلا عند بيتا ايكوال 2 وضربت البيتا في 10، اللي عندي 20 و 2، صح كده؟ انا قلت الاف ام كونستنت، فمين كده اللي زاد؟ الدلتا اف. الدلتا اف، فالدلتا اف مثلا في الاول كانت مثلا يعني 1 كيلو هرتز، الدلتا اف دي مثلا عند 2 عند البيتا ايكوال 2. طب الدلتا اف عند البيتا ايكوال 20، زي ما البيتا اتضربت في 10 الدلتا اف هتتضرب في 10، فهتبقى 10 كيلو هرتز. فلما بتيجي ما انت عايز تحسب الباندويت مش بتعرف تحسبه من الكيرف، لازم يبقى معاك الدلتا اف. فاحنا جربنا ارقام بالدلتا اف كده وشفنا هتطلع بكام. فانت لو جيت مثلا قلت عند ال2 عند ال2 لما كانت البيتا ايكوال 2 اداني على الكيرف الواي اكسس ب5، ولما كانت ب20 اداني ب3 مثلا. فعشان تحسب الباندويت هو عباره عن ايه؟ ال5 دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الباندويث على الدلتا اف ايكوال 5 في حاله ال2، في حاله البيتا ايكوال 2. فبالتالي البيتا الباندويث هتبقى عباره عن ايه؟ دلتا اف في ال5 اللي هي دلتا اف في حاله ال2 هي 1 كي، فهتطلع 5 كيلو هرتز. طب في الحاله الثانيه البيتا على الدلتا اف في حاله ال20 كانت ب3، فعشان تجيب الباندويث في حاله ال 20 بيتا ايكوال 20 هتطلع بكام؟ 3 تايمز 10K هيديك 30K. ففعلا الباندويث بتزيد، ما اختلفناش. طب امتى بقى الباندويث ما بتزيدش؟ او من شكل الكيرف ده عرفت منين الباندويث ما بتزيدش؟ انت خلاص
امسحهم ولا ما فهمتش يا عمر؟ هو انا فهمت بس انا متلخبط ايه الفرق بين البي تي والداتا بيس، انا فكرت هما الاثنين باندويث. لا البي تي هو الباندويث. طب والدلتا اف دي الفريكوانسي ديفيشن. طب هو طب انت متلخبط في ايه طيب؟ انا هو ده بس كانت انا فهمت ال حضرتك شرحته كفاريبلز ليه البي تي في الاخر طلعت بتزيد، بس كنت متلخبط افتكرت البي تي افتكرت الدلتا اف هي الباندويث. بس تمام خلاص، لا يعني لو مش هي الباندويث فخلاص تمام. تمام دي الطريقه اللي هتحلوا بيها المساله بتاعه الاساينمنت، ازاي تجيبوها من على الكيرف ده. طب ممكن تكون الباندويث مش بتزيد مع البيتا. امتى؟ لو الستريت لاين ده، لو الكيرف ده كان شكله ستريت لاين والسلوب بتاعه كان بون، ساعتها عند 20 بدل لو هنا في 5 عند 20 هتبقى ايه؟ 0.5. فلما تضرب 0.5 في 10 كيلو هيطلع لك برضه 5 كيلو هرتز، بس عشان الكيرف ده مش ستريت لاين والسلوب بتاعه مش نيجاتيف 1، هو ده اللي عامل لك الفاريشن ده. مش مشكله يعني لو حد مش فاهمه خلاص، المهم بس تعرف تستخدمه ازاي الكيرف يعني. باشمهندس عند البيتا مثلا ايكوال 5 في التيبل كانت 2n ماكسيمم ايكوال 16، لكن مش يعني البي تي على دلتا اف مش هي 2n ماكسيمم، يعني التيبل ملوش دعوه بالجراف، ولا المفروض يطلع نفس الفاليو عشان عند 5 استحاله يبقى في 16. ماشي انت بتقولي عند البيتا ايكوال 5 هنا؟ بيتا ايكوال 5 كانت 2n ماكسيمم ب 16. ماشي هنا؟ هنا بقى لا، هنا هتبقى حوالي 4 مثلا. طب وايه علاقتهم بقى ببعض؟ عند 2.6 قصدي، عند 2.5. ما هو هنا انت مش بتعرفي تجيبي الباندويث لما تعرفي الاف ام. تمام، ما انت هنا لا عارفه هنا الاف ام بكام ولا عارفه هنا بكام. طب يعني ما اربطش ما بين التيبل والجراف ده؟ لا لا، هما الاثنين واحد، هما عاملين سمرايز بس للتيبل في الكيرف ده. تمام، انا قصدي 16 دي مش هتبان لي هنا، يعني مش هتبقى عند 5 لان بي تي على دلتا اف مش هي 2n ماكسيمم. لا هي هما الاثنين واحد، لو انت ضربتي ال 16 دي تايمز الاف ام هتبقى ايكوال الرقم اللي هيطلع لك من هنا مثلا اللي هو 4 تايمز الدلتا اف. تمام، بس انا هنا في الجراف ما اعرفش لسه الاف ام على حسب بقى عندي كام. انت ممكن على فكره تثبتيها من هنا، يعني هتلاقي تقريبا لو انت خدت الارقام صح هتلاقي ان دي مثلا 16 ايكوال 4 تايمز البيتا، لو عوضت بالبيتا اللي انت عوضتها تحت هيطلع لك الايكويشن دي صح، بس خدي الارقام مظبوطه يعني. فاهم انا قلت ايه؟ خلاص مش مشكله مش موضوعنا يعني، ممكن بعد السكشن اللي جاي مثلا ولا حاجه اقولها لك. لو مثلا انت هنا قلتي البيتا مثلا ايكوال 6، فهنا مثلا الباندويث بيساوي ايه؟ الرقم اللي هيطلع من هنا مثلا اللي هو اكس يطلع اي حاجه مثلا، تطلع مثلا 3.8 مثلا تايمز الدلتا اف. الكلام ده هيطلع لو جبتيه مثلا من فوق من موجود يطلع مثلا ب 16 مثلا، زي ما انت قلتي مثلا طلع ب 16 تايمز الاف ام هتطلع ايه؟ دي الباندويث فعلا، الباندويث من التيبل هيطلع نفس من الكيرف. لو قسمت بس الاف ام هنا كده تديك البيتا، هتطلع ان 3.8 تايمز البيتا اللي هي من على الكيرف بقى اللي هي دي ودي هيطلعوا دايما ايكوال 16. تمام، والرقم بقى اللي انت طلعتيه من الجدول. تمام، فهمت حضرتك، شكرا. طب يا باشمهندس، هو ليه الكيرف دايما بي تي على دلتا اف مش بي تي على طول؟ هما عادة بيحبوا يرسموا الكيرفات اللي هي اليونيفرسال دي بتبقى نورمالايزد. ليه؟ بص، هو الموضوع هيطول شرحه شويه بس ممكن اقوله لك برده بعد السكشن اللي جاي. تمام، خلينا يعني بس مش موضوعنا خالص يعني. بس هما عادة معظم الكيرفات اللي بتبقى يونيفرسال دي بتترسم دايما نورمالايزد، بيبقى ليها استفاده يعني. ليها استفاده، هيطول شرح وانا كمان مش فاكره يعني الاثنين، فممكن اقوله لك بعد السكشن اللي جاي. تمام،
طب انتوا خدتوا بقى كان خط في الدايركت اف ام، كنت سمعت الحته دي في المحاضره، كان الدكتور قال لكم تقريبا هتاخدوها في السكشن، فممكن بقى ندي نشرحها كاننا بنشرح من الاول. كان عندكم طريقتين للجنريشن بتاعت الاف ام، دايركت والان دايركت. الدايركت عباره عن ايه؟ ان انت السيجنال بتاعتك بتخش على الديفايس، تلاقي الاوتبوت بتاعه هو اللي انت متوقعه بالظبط، اللي هو الاس اوف تي ايكوال اي سي مثلا كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس كي بي مثلا في الام اوف تي مثلا، يعني ده دايركت بيخش على السيستم يطلع كده. لكن في الاندايركت كنت بتتحايل على الموضوع شويه، تعمل النارو باند بعد كده تضربه في فريكونسي مالتبلاير. طب كان اول نوع من الدايركت، بس ده تقريبا الدكتور ما قالهوش في المحاضره، ال VCO. احنا كنا قايلين في اول السنه ان انتوا عندكم حاجه اسمها فولتج كنترول اوسيليتور، صح كده؟ بنقول ان الاف اوتبوت بتبقى فانكشن في الفي انبوت، لينير فانكشن. يعني مثلا بتبقى الاف اوتبوت اللي هي الكوزاين، الفريكوانسي بتاعت الكوزاين اللي خارجه من ال VCO فولتج كنترول اوسيليتور، تبقى عباره عن ايه؟ كي كونستنت في الفي انبوت. فخلاص كده اتحلت. لو انا قلت ان الفي انبوت دي هي الام اوف تي، فبالتالي كده الفريكوانسي اللي خارجه بتعتمد على ايه؟ على الام اوف تي ايكوال مثلا كونستنت كي، حاجه اسمها مثلا في كونستنت بلس ام اوف تي. فالفي اوتبوت اللي هي بتاعت الاف اوتبوت اللي هي بتاعت الكوزاين اللي خارجه هتبقى شكلها عامل ازاي؟ كي بي كي في الفي بي، ده بالنسبه لنا ممكن نعبر عنه ان اف سي رقم كونستنت بلس كي في الام اوف تي. ده دي الفريكوانسي بيفاري مع الام اوف تي ولينير معاه، سهل جدا. انتوا خدتوا بقى، بس انتوا الدكتور ما قالكوش دي في المحاضره، قال لكم ان هي الموضوع الكاباستور والاندكتور. لو انا مثلا شاب عندي شكل زي ده كده، حد يقدر كان يقول لنا ده اولا ده ال سي تانك ده بي اوسليت، حد يقدر يقول لنا الكونديشن بتاع الاوسليشن هنا بتبقى عامله ازاي؟ ان انا ما يبقاش في لوسز، هو كده كده ما فيش ريزيستنس، ما فيش لوسز، بس لازم في كونديشن ثانيه تتحقق للاوسليشن للريزونانس، يعني اللي هو ايه؟ لما كنت تيجي تقول ان الامبيدنس اللي هنا دي بيبقى ما عندكش رياكتيف امبيدنس، يعني تقول ان الامبيدنس اللي انت شايفها من هنا دي بتساوي زيرو. يعني ايه دي؟ معناها ايه؟ ان الانرجي اللي بياخدها الكاباستور ويفرغها في الاندكتور بيرجع تاني بالظبط الاندكتور مع نفس التايم، بعدها بسايكل ولا حاجه يروح جاي مديها له تاني، ويفضلوا هما الاثنين يوصلوا مع بعض. ده يفرغ الانرجي يديها للاندكتور، والاندكتور يفرغها يديها للكاباستور، يفضلوا هما الاثنين كده مع بعض. مش كده بيحصل الاوسيليشن؟ طب ده بيحصل امتى بالظبط؟ بيحصل لما الجي اوميجا ال بلس جي اوميجا سي اللي هو الرياكتيف كومبوننت بتاع الدايره دي يبقى ايكوال زيرو. فلو جبت حل البتاع دي الجي دي هتطلع فوق بالنيجاتيف، هتبقى جي اوميجا ال ايكوال جي على الاوميجا سي، فبتلاقي الجي دي كانسلت مع الجي، فهيطلع لك المعادله الشهيره ان هي الاوميجا سي سكويرد ايكوال 1 على ال سي. دي المعادله اللي بتحقق ان الرياكتيف كومبوننت بتاع الدايره دي بيبقى بزيرو، يعني فده عندها بتحصل اوسيليشن. طب ما الدايرة دي كلها أصلاً reactive components، يعني مش مفيش impedance، مفيش resistance أو حاجة، فدايماً بيكنسلوا بعض، لازم يبقوا نفس ال... تمام. انت لو جيت تحلي دي في التايم دومين وتحطي initial condition على الكاباستور انها مثلاً مشحون لي VC، هتلاقي ان الاوتبوت بيطلع ساين ويف ومش بيقف، مش بيحصل له decay. لو حطيتي resistor هتلاقي ان هي بتطلع فعلاً ساين ويف وبتقعد تديكي. تمام، ده اللي كان بيقوله عمرو شوية، لازم يبقاش فيه losses. اللوسز دي بتعبر لك ان انت فعلا عندك اوسيليشن بس بيديكي، يعني عمال تخسري في الريزستور. فبدل ما الانرجي بتاعت الكاباستور دي بتروح للاندكتور بس، لا ده في شويه للاسف بيروح للريزستنس بيلوسوا فيه كباور يعني. فبالتالي انت الباور عندك باور بتلاقيها ساين ويف بس عماله تديكي، تقعد عماله تنزل.
لان في شويه باور بيروح في الريزيستور. بس ده مش موضوعنا يعني، احنا عايزين اي معادله، عايزين المعادله اللي فوق دي يعني. طيب لو انا عندي مثلا ان 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 الاوتبوت بيطلع، الاوتبوت بيطلع من هنا نفس الكلام اللي قلناه من شويه بالظبط، الاوتبوت بيطلع من هنا بيطلع عن ساين ويف او كوزاين ويف، والفريكوانسي بتاعته بتعتمد على ال سي. في اللي قبليها كانت الفريكوانسي بتعتمد على الفولتج اللي داخل، طب هنا بتعتمد على ال سي. فانت لو جبت مثلا فاراكتور اللي هو كاباستنس بتعتمد على الفولتج، وهي دي المعادله بتاعته، دي عباره عن دايد يعني، في مساله مشيت عليها دي عباره عن دايد، ان عندك كاباستور الكاباستنس بتاعته بتعتمد على الفولتج اللي داخل اللي هو الام اوف تي، فيطلع الشكل كده بالظبط. فخلاص فبدل لو انت الكاباستور عندك متغير، فهتحط معادله الكاباستور دي في الاوميجا اللي هي الفريكوينسي الاوتبوت اللي بتطلع، فهنلاقي ان المعادله وصلت كده. لو قدرنا نعمل لها سمبليفيكيشن شويه وعرفنا ولقينا ان الاوميجا او الفريكوانسي اللي خارج هو بيديبند على الانبوت سيجنال، يبقى خلاص يبقى انا كده عملت اف ام موديليشن. فلو انا قدرت اثبت ان الشكل اللي انا حاطط عليه سهم ده بيبقى بروبورشنال للام اوف تي لينيرلي كده، يبقى خلاص يبقى انا قدرت اعمل اف ام موديليشن. فتعالوا بقى نعمل سمبليفيكيشن كده، اللي هو هياخد ال سي نود كومن فاكتور طلعها بره. طب في الاول خالص، لو انا هنا جيت قلت ان عند الام اوف تي بزيرو، مش مدخل اي ام اوف تي، مش عامل اي موديليشن، قيمه الكاباستور بتبقى عباره عن حاجه اسمها سي نود. ف واحد بقى كده يقول لي، لو انا جيت قلت ان الاوميجا ايكوال 1 على سكوير روت ال في السي نود، دي بالنسبه لنا بتعبر عن ايه؟ اوميجا سي. تعالوا نشوفها بالمعادلات. طيب تعالوا نشوفها بالمعادلات. فانت لو جيت بس عملت سمبليفيكيشن للمعادله دي وخدت السكوير روت ال سي نوت بره، وبقى عندك الترم ده كله تو ذا باور هاف، هيبقى عندك الترم ده كده لوحده. وكان في ايدنتيتي كانت بتقول ايه، لو انا عندي 1 اوفر سكوير روت 1 بلس اكس ايكوال 1 بلس اكس اوفر 2، لما تبقى الاكس اصغر بكتير من ال، لما تبقى الاكس اصغر بكتير من الواحد، دي انت ممكن تحسبها بتيلر اكسبانشن يعني. ففي الاخر الشكل بيطلع بالشكل ده كده، ده اللي انا فعلا كنت متوقعه. ده ان كيس ان الفاليو دي اللي هي كي في ام اوف تي على السي نود تبقى اقل بكتير من الواحد، هتقدر تهمل الهاير اوردر تيرم في هنا اكس تو ذا باور 2 واكس تو ذا باور 3 اند سو اون، فبتقدر تهمل الهاير اوردر تيرمز ويطلع لك الشكل ده بالظبط. فبيطلع لك لو انا جيت زي ما قلت لكم فوق ان 1 اوفر ال سكوير روت ال في سي نود هو اوميجا سي، بيطلع لنا الشكل ده كده بالظبط. مين يا شباب ولا اتلخبطتوا؟ ماشي يا باشمهندس، اخر حته اللي هي بعد الابروكسيميشن ان هو اصغر من 1، اللي حصل بقى اوميجا سي في براكت كده. ماشي. البراكت ده اللي هو اللي تحت ممكن تعمل له ابروكسيميشن ويبقى عباره عن 1 بلس، لو ده هو الاكس يبقى 1 بلس اكس مثلا بلس اكس سكوير بلس اكس تو ذا باور 2، هنا في كونستنت، هنا الكونستنت ده بهاف بلس اي 2 في اكس تو ذا باور 3. في حاله بس ان الاكس دي تبقى اصغر من واحد اللي هو الفاليو دي، فهتقدر تعمل نيجليكشن لده ولده وكل الهاير اوردر تيرم. فالشكل بتاع اللي هو 1 اوفر براكت تو ذا باور هاف هيطلع
هي ابروكسيميت يبقى الشكل ده كده بالظبط. فده بالظبط اللي انا كنت عايزه، عباره عن 1 على سكوير روت ال سي نود. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فريكوانسي، لو انا ما كنتش مدخل اي موديليشن، اي موديليشن كانت هتطلع لوحدها. لو انا كنت مدخل اي موديليشن هتلاقي ان السيركت بتاعتي اللي هو ال سي سيركت هتطلع الفريكوانسي دي. طب ولما دخلت موديليشن بدا يحصل حيود عن الفريكوانسي دي، فمعنى كده ايه؟ ان الفريكوانسي دي هي الاوميجا سي بتاعتي. طب والحيود دي الموديليشن اللي انا عاملها. فانت عشان تجيب الاوميجا سي بتعمل ايه؟ بتقول مفيش موديليشن دخل بزيرو وتعوض في المعادله، هتلاقي ان طلع لك اف سي مثلا معينه. طب هي دي الاف سي بتاعتك. طب ولما تزود الموديليشن بتجمع وتطرح منها فاليو معينه اللي هي مثلا دلتا اف او اي حاجه. هو ده اللي حصل هنا بالظبط. كان عندك 1 اوفر روت سكوير روت ال سي، ده اللي اديتك اوميجا سي مش اف سي. اف سي ده اسمها 2 باي. الاف سي ايكوال 1 اوفر 2 باي سكوير روت ال سي نوت. فبالظبط ده اللي انا متوقعه. لو انت جيت تبسط المعادله دي هتلاقي ايه؟ هتلاقي حاجه كده كونستنت اللي هو اوميجا سي بلس كونستنت تاني مضروب في الام اوف تي. طب الكونستنت اللي هو مضروب في الام اوف تي في الحاله دي اللي هو الكي اف هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى هو ده اللي هو الكي على 2 سي نوت اوميجا سي اللي هي جايه من بره. هيطلع الشكل كده. حد مش فاهم شبه مساله الشيت كده برضه، بتفضل تعمل شويه ابروكسيميشنز لحد ما بتيجي. كل ده تحت الفاليو اللي احنا طلعناها من الفولتج كنترول اوسيليتر اللي هو في ان الفريكوانسي قصدي ايكوال في ان في كي، صح كده؟ اللي هي بقى الفي هنا ام اوف تي. يا نهار ابيض، الفولتج كنترول اوسيليتر ده حاجه ده لا انا اتلخبطت. ايوه انا قصدي ان احنا الاف نوت بتاعتنا كي في 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 انبوت اللي هي الام اوف تي بتاعتنا يعني. ده في الفولتج كنترول اوسيليتر. اه انا كنت بسال. خلاص الفولتج كنترول اوسيليتر ده نوع من الدايركت جنريشن، ده حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. ال سي سيركت دي حاجه ثانيه خالص. تمام. انا معادلات مختلفه خالص. الفولتج كنترول اوسيليتر معادله الاف اوتبوت بتعتمد على ايه؟ على الفي ام اللي هي المعادله دي. تمام. انا قصدي ان هنا اللي هي الام اوف تي بتاعتنا. كل ده سؤالي يعني، بس ان شاء الله. تمام ماشي. طب تحت معادله الفي اوتبوت بالمره بقى، خلينا نرجع تحت معادله الفي اوتبوت لانها بتعتمد على حاجه اسمها ال وسي. فلو انا قدرت اخلي يا ال يا السي يعتمدوا على الفي انبوت اللي هي الام اوف تي، يبقى انا كده خلاص قدرت اجيب الاف اوتبوت اللي هي الفريكوانسي بتاعت الكوزاين اللي خارجه تبقى فانكشن في الام اوف تي. فهو ده اللي احنا كل اللي عملناه. قلنا لو جبنا فاراكتور فولتج كنترول كاباستور يعني بالفولت اقدر اغير الكاباستنس، يبقى انا كده قدرت احط في المعادله اللي هي اول معادله فوق خالص اللي هي الاوميجا نوت دي، قدرت احط الام اوف تي. يبقى انا كده قدرت اخلي الفريكوانسي بتعتمد على الام اوف تي. طب انا بقى عايز ان هي تعتمد لينير، تبقى لينير مع الام اوف تي، الفريكوانسي تبقى لينير. فعملنا الابروكسيميشن ده اللي هو ده. في الابروكسيميشن ده بالظبط ممكن انجلكت بعض الاوردرز وخليها لينير مع الام اوف تي، الفريكوانسي اللي خارجه لينير مع الام اوف تي. حد يا شباب عنده سؤال؟ طب حد متلخبط؟ لا تمام. حد حاسس ان انا ملخبطه؟ حد يا شباب قولوا، ما فيهاش مشكلة يعني، لو حد عنده أي فيدباك يقولوا عادي. طب في الاندايركت بقى، دي اللي كان الدكتور شرحها لكم في المحاضرة. عند البوينت دي بالظبط عند النارو باند كان ايه اللي بيطلع؟ الاس اوف تي كانت بتبقى ايكوال ايه؟ اي سي كوزاين اوميجا سي اوف تي ماينس بيتا اي سي كوساين اوميجا ام اوف تي كوساين اوميجا سي اوف تي. ده بالظبط الايكويشن اللي كانت بتطلع من الشكل اللي احنا كنا عاملينه فوق هنا كده. الايكويشن اللي بتطلع دي الايكويشن الاكزاكت بتاعتها. طب كابروكسيميشن بقى، لو احنا جبنا الابروكسيميشن بالعكس، مش ممكن نقول ان الاس اوف تي دي هي بالظبط اي سي كوزاين اوميجا سي بلس بيتا ساين
اوميجا ام اوف تي. احنا كده عملنا الابروكسيميشن بالعكس. احنا قبل كده كنا بنقول ايه؟ بنقول دي معادله الاي ام بتاعتي الاي اف ام بتاعتي وبعمل لها ابروكسيميشن لدي وانا قدرت اعمل جنريشن للي فوق وخلاص. فعند البوينت دي بالظبط بالظبط انا عرفت اعمل جنريشن للايكويشن اللي هي اللي فوق دي الاكزاكت دي الاكزاكت اللي بتطلع عند البوينت دي. فهعمل نفس الابروكسيميشن بس بالعكس، هقول طالما الاس او تي الشكل ده فاقدر ابروكسيميتها ان هي فريكوانسي موديليشن بس بيتا قليله اللي هي نارو باند يعني. بس ده مش صح، هنا في ديستورشن. انا مطلع السيجنال اللي فوق والسيجنال دي مش اف ام، السيجنال دي انا عامل فيها شويه ابروكسيميشن عشان اخليها اف ام تمام. فهنا السيجنال دي هي نارو باند بس هي مش اصل الاف ام بتاعتي، ما بتطلعش نفس الفانكشن نتيجه الابروكسيميشن اللي احنا عملناه. فمش موضوعنا. فاحنا ماشيين، يا هنكتب الايكويشن اللي فوق يا هنكتب الايكويشن اللي تحت. حد مش فاهم؟ طب يا شباب حد مش فاهم ان هي دي بالظبط اللي بيحصل لها جنريشن وانا كابروكسيميشن تاني بقول ان هي ايكوال دي. حاله ان البيتا قليله والابروكسيميشن ده عمل لي ديستورشن، خلاها في اختلاف، بمعنى اخر عمل نيجليكشن. اللي فوق دي عندك امبلس عند اف سي وعند اف سي بلس اف ام واف سي ماينس اف ام. طب واللي تحت؟ لا دي فيها كومبوننت لحد انفينيتي، فده عمل ابروكسيميشن لحد هنا بس وعمل نيجليكشن لكل اللي بعديها واللي قبليها. لكن الايكويشن دي لا، دي لها باند ويدث انفينيتي. فانا كابروكسيميشن بقول الاثنين واحد وهكمل المعادله عادي. حد مش فاهم يا شباب؟ طيب نكمل. بعد الفريكوانسي ملتبلاير ايه اللي بيحصل؟ هيبقى اي سي كوزاين اوميجا ان. بقى هو بيمسك الفريكوانسي يضربها في ان، فاوميجا سي اوف تي هي مش هتفرق. انت ممكن تفاضل الفيز وتضربه في ان بعد كده تكامل، هتلاقي ان دي دايما كونستنت بتطلع بره التفاضل وبره التكامل. فانت لو ضربت ان في الفريكوانسي شغال، لو ضربت ان في الفيز شغال بره. بلس ان بيتا ساين اوميجا ام اوف تي دي كده. لو انا قلت ان ان في البيتا دي اكبر من واحد يبقى انا كده قدرت اعمل جنريشن للسيجنال بتاعتي تبقى وايد باند اللي هي بقى فيها كومبوننت حوالين اف سي، ما اقدرش اعمل لها نيجليكشن. حد مش فاهم يا شباب؟ عيد تاني. طيب انا اتلخبطت بين التو ايكويشنز، يعني الاثنين زي بعض صح؟ انا فاهم كده صح؟ الاثنين الحمر اللي فوق دول زي بعض، ده كابروكسيميشن تمام. طيب احنا عملنا كده من شويه اول ساين بيتا هي بيتا وكلام ساين اكس هي اكس بالظبط. يعني انت بالظبط يعني انت لو حليتي مساله ووصلتي للاخر ممكن ترجعيها بالعكس تمام، توصلي لنفس الفاريبل تمام. فالتو ايكويشنز اللي فوق الحمر دول زي بعض بالظبط، فهتستخدم اني منهم؟ لا هستخدم الثانيه عشان نكمل الاثبات يعني. بس ايه اللي بيحصل لها جنريشن؟ اللي فوق اللي فوق هي اللي فوق دي اللي بيحصل لها جنريشن من البلوك دياجرام اللي احنا قلناه قبل كده. فمعنى كده واضح كده ان الشكل ده بيطلع وايد باند بالظبط ولا فيها شويه ديستورشن شويه ابروكسيميشن؟ فيها ابروكسيميشن اللي هو الديستورشن يعني. حد مش فاهم؟ طيب يا شباب. طيب يعني هو كل الشابتر بتاع الانجل موديليشن ده بيتلخص في اللي هي المعادلات بتاعته وانت ازاي ترسمها، والموضوع بتاع الفريكوانسي ريسبونس اللي هو بالبيس الفانكشن، او حتى اداك البيس الفانكشن في جداول ولا حاجه ازاي تجيب الفريكوانسي ريسبونس، وازاي تحسب الباندويث يعني. ده معظم الشرط. طب والمسائل بتاعه الجنريشن دي بتبقى مسائل سهله جدا يعني، بتبقى تعويض مباشر غالبا يعني. فهو شابتر كله صغير مش زي الاي ام طويل وفيه حكاوي كتير. فياريت الناس تتابع يعني، ياريت الناس تتابع فيه. لو حد مش فاهم حاجة أو اتلخبط في حاجة هنا وأنا بشرح في السكشن يقول المرة الجاية وأعيدها له تاني، ما عنديش مشكلة. ده شباب حد عنده أي سؤال؟ لا تمام باشمهندس. خلينا كده نحل الشيت.
احنا كنا واقفين لحد احنا علينا مسألتين بس اللي هي 2 و3 ممكن نحل مسألة رقم 4 6 و7 ونشوف هنلحق نقول 9 ولا لا. وكده كده في كام مسألة ان شاء الله هنبتدي بيهم المرة الجاية. لو حد عنده سؤال لسه في الاف ام او البي ام يذاكر، والمرة الجاية نقوله ونشرح تاني حتى لو هو مع بعض السكشن عادي. مش هننهي الاف ام والبي ام دلوقتي والمرة الجاية نقول حاجة جديدة، لا يعني اول السكشن هيبقى لسه معانا، فالناس تراجع ولو عندها اي سؤال هنريفريش برضو المرة الجاية في اول السكشن ونحل المسألتين المبدئيين. نحل بقى مسألة رقم 4. فهي المسألة بتقول ايه؟ ماشي هنرسم هربا. هي المسألة بتقول ايه؟ بتقول هي انت عندك اف ام سيجنال ساينسويدال الاف ام بتاعتها 5 كيلو هرتز والفريكونسي ديفيشن 2 كيلو هرتز، والسيجنال دي اللي هي الاف ام حصل لها فريكونسي موديليشن ودخلت على فريكونسي مالتبلاير. الفاليو بتاعته بيضرب الفريكوانسي في 2. فحد يقول لي مثلا الفريكوانسي مالتبلاير ده بيعمل ايه؟ لو انا مثلا عندي السيجنال هتبقى شكلها عامل ازاي؟ الاف اي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ اف سي بلس كي اف في ام كوزاين مثلا اوميجا ام اللي هي اف ام اللي فوق دي اف تي. فالفريكونسي مالتبلاير بيعمل ايه؟ بيضرب الشكل ده في 2، بيضرب الانستنتينيوس فريكونسي في 2. عندك ان الفريكونسي الاوتبوت هتبقى هي ايكوال 2 في الفريكونسي الانبوت. ده كفريكونسي بس انت بتاخد كل الفريكونسي دي تعمل لها انتجريشن وتحطها جوه الكوزاين. فاحنا هنمشي بس بالفريكونسيز بس انت تبقى عارف ان الفريكونسيز دي بتاعت الكوزاينز اللي عند البوينت اللي احنا ماشيين. فالفي اوتبوت هتبقى عباره عن 2 اف سي بلس 2 كي اف في الاي ام في كوزاين اوميجا ام. فمن هنا بقى لو انا قلت ان الدلتا اف في الاول ب 2 كي، الدلتا اف هنا هتبقى كام؟ عند الاوتبوت يعني دول كده ب 2 كي. هو قايل في اول المساله ان السيجنال اللي داخله ليها دلتا اف فريكونسي ديفيشن ب 10 كي، يعني الكي اف في الام 10 كي. فبعد ما بتضرب في 2 ايه اللي بيحصل؟ انت بتزود الكارير فريكونسي بتضربه في 2 وكمان بتزود الدلتا اف بتضربه برضه في 2. فالدلتا اف الاوتبوت هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عباره عن 2 تايمز 10 كيلو هرتز اللي هي 20 كيلو هرتز. حد يا شباب مش فاهم؟ هي مسألة سهلة جدا. لا تمام فاهمين. تمام. طب بعد كده دخل نفس السيجنال دي على فريكونسي مالتبلاير تاني بس خلاه يضربها في 3 بقى. فالاف اوتبوت 2 بقى اللي هي هنا يبقى شكلها عامل ازاي؟ 60 و3 بقى
هتبقى 6FC plus 6KF في الـ AM في design from game of T. دي قلنا ان هي 10K، فمعنى كده ان الدلتا اف الجديده عند الاوتبوت في الكوزاين، الكوزاين اللي هتطلع في الاخر هي عباره عن ليها كونستنت فريكوانسي وعمال لي ديفيت يمين وشمال بالفاليو دي. فالدلتا اف الاوتبوت تبقى شكلها عامل ازاي؟ 6 تايمز 10 كي بلس 10 كيلو هرتز. طيب هو كان سائل بقى سؤال تاني، ال frequency separation لو انت جيت تجيب الفورير ترانسفورم بتاع حاجه زي دي هي اف ام وجيت تجيب لها الفورير ترانسفورم، frequency separation between any two impulses هيبقى بكام؟ ماشي السؤال تاني يا باشمهندس. frequency separation بعد يعني مثلا دي السيجنال اللي داخله اي سي كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس بيتا، بيتا 1 بقى اللي هي عند البوينت دي بيتا 1 ساين اوميجا ام اوف تي طبعا عند البوينت دي هو عباره عن اي سي كوزاين اوميجا سي 2 اوف تي بلس بيتا 2 ايه في ساين اوميجا ام اوف تي. انا جبت الشكل ده منين؟ كملت دي بس، خدت دي كملتها وجبت دي. طب وفي الاخر خالص هيطلع الشكل عامل ازاي؟ الفي اوت بقى هو الفي اوت هيبقى اي سي كوزاين اوميجا سي 3 اوف تي بلس بيتا 3 ساين اوميجا ام اوف تي. تمام كده؟ هو بقى بيسأل الفريكوانسي ديفيجن بعد تاني مرة بكام وتالت مرة بكام؟ دي اللي احنا لسه جايبينها. هو احنا هنا ما كملناش حاجة، ده قلت كملت ولا سمعته غلط؟ اه كملت. لو انت كملت دي الشكل ده كده بالظبط وحطيتيه جوه الكوزاين هتلاقي ان الستة اف سي دي تمام هتطلع لك اوميجا سي مختلف. طب ايه الفرق بين الاوميجا سي 3 والاوميجا سي اللي داخله؟ اللي ضربنا فيه بقى الرقم ضربنا في بالظبط. طب وايه الفرق بين الدلتا اف اللي داخله والدلتا اف او البيتا 1 وبيتا 3؟ السته اللي ضربنا فيها برضه اتغيرت من الرقم، السته اللي ضربنا فيها هي الاف ام كونست. طب السيبريشن بقى، السيبريشن عند السيبريشن بتوين اي هارمونيك الاف ام. طب وفي الاخر اف ام برضه نفس الاف ام، اف ام برضه مظبوط. فهتطلع ان السيبريشن بين اي تو كومبوننتس او هارمونكس هيطلع هو الاف ام في اي حاله من الحالات. ليه؟ لان انت لما بتضرب ما بتجيش جنب اللي جوه الكوزاين. انت لما بتضرب بتاخد الـ بتاخد بتاخد الـ بيبقى عندك مثلا الشكل ده كده، بتحسب له الفريكوانسي وتضربها فيه، فما بتجيش جوه الكوزاين اللي بتاعت الفريكوانسي. يعني انت ما بتجيش جوه الكوزاين دي، مش بيجي جوه الكوزاين دي، مالكش اي علاقه بالاوميجا ام اللي جوه دي، انت بتضرب من بره بس. محدش قال لك ناخد الشكل ده كده. لو خدنا الشكل ده كده وقلنا ان هو عباره عن فولتج مش فريكونسي بقى، عباره عن ان هو فولتج وخدناه ضربناه فيه فريكونسي مالتبلاير، ساعتها هتغير الاوميجا. بس هو ما قالش كده. ده بالنسبه لنا الشكل ده عباره عن فريكونسي بتحطه جوه الكوزاين، بعد كده تروح جاي عامل لها فريكونسي مالتبلاير تاني، فبتضرب بتضرب الكونستنت من بره مش بتخش جوه الكوزاين اتسل. يا شباب حد عنده مشكله؟ دكتور يعني الرسمه دي الباندويث بس مثلا اللي هيزيد فيها؟ في باند البيتا بقى هتزيد، البيتا هتزيد، الدلتا اف هتزيد. يعني لو انت هتستخدم القانون بتاع الباندويث ايكوال 2 دلتا اف، دلتا اف هتزيد، باندويث هتزيد. بس الـ separation هتفضل هي هي يعني. هتفضل هي، لان انت ما دخلتش جوه الكوزاين ذات نفسها. ايوه. بتضرب من بره بس، محدش يتلوت ويقول انا هضرب كل الفريكونسيز بقى في رقم معين.
انت في فرق عندك بين الفولتج سيجنال اللي هي بتخش على الفريكوينسي مالتبلاير والفريكوينسي. الفريكوينسي مش بتخش على الفريكوينسي مالتبلاير، هي بيخش عليه فولتج. الفولتج ده بيبقى ليه فريكوينسي معين، ليها معادله بقى ايا كان، فانت بتمسك المعادله تضربها في كونست. طب مساله رقم 6، هو مديك ال مديك الايكويشن دي وبيقول لك ان هي انجل مودوليتد سيجنال، ده اللي احنا كنا بنقول عليها المره اللي فاتت، لا هو لا اللي هي بي ام ولا هو اللي هي اف ام، اللي هي السيجنال دي كده بالظبط. فهي ممكن تنفع الاثنين، هنشوف دلوقتي. فبيقول لك اف زيرولا بي ام سيجنال، لو دي طلعت هي بي ام سيجنال مش اف ام بقى، والكي بي برقم معين، بيقول لك هات لي الام اوف تي تبقى عامله ازاي. طب ولو هي اف ام سيجنال ساعتها الام اوف تي هتبقى عامله ازاي؟ انا متوقع الفرق ما بينهم هيبقى ايه؟ انتجريشن او تفاضل. اه تعالوا نحلها كده ونشوف، هي مساله سهله برضه. فبيقول ان الفاي اي ام اوف تي ايكوال 10 كوزاين هي كانت عباره عن اللي هي ايكوال 10 كوزاين دي هي المسألة. ليه انا فكيتهم؟ ليه انا فكيتهم من اللي هو 13000 ل 10 و 3؟ علشان هو كان قايل ان الاوميجا سي ايكوال 10 كيلو رات بير سكند، فانا فكيتهم بس عشان افصل اقول ان دي هي الاوميجا سي بتاعتي وهي دي الام اوف تي. فمثلا لو انا في الحاله الاولانيه لو هي بي ام، حد كده يقول لنا يا شباب الفانكشن هتبقى ايه؟ لو هو بيقول لك بي ام وقال لك ان الكي بي ايكوال كانت 1000 تقريبا، حد من الشباب بقى الام اوف تي هتطلع كام؟ 3 يعني؟ لا غلط. طب الكي بي دي اليونتس بتاعتها ايه؟ رات بير سكند برضو؟ رات فريكونسي ديفيشن ريد بالفولتج، على اعتبار ان الام اوف تي، الام اوف تي دي هي عباره عن ايه؟ فولتج سيجنال. يعني انت بتضربي الكي بي في الام اوف تي وبتديكي فيز يتجمع على الاوميجا سي اوف تي، دي فيز دي ريد بير سكند في سكند، ده فدي فيز ريد وبتجمع عليه ريد برضه فيز تاني. فدي بيبقى لو هي دي الام اوف تي فولتج سيجنال، فالكي بي بتبقى عباره عن ايه؟ عن راد بالفولت. اليونتس دي بتفرق جدا جدا جدا، ما تشوف مساله في مساله تحت عمليه بتفرق في كونستنس معين. طب بالمره بقى الكي اف اليونتس بتاعتها ايه؟ في المرة يا شباب الكي اف اليونتس بتاعتها ايه؟ على اعتبار برضو ان المسج سيجنال فولتج سيجنال هرتز بير فولت. فانت قلت بقى الام اوف تي هتطلع ايكوال ايه؟ انا؟ اي اللي جاوب يعني؟ 3. يبقى مقسوم على حاجه. طب خلينا نقول الحته دي كده بالظبط
خلينا نقارنها، دي عباره عن اي سي كوزاين اللي هي بي ام سيجنال اوميجا سي اوف تي بلس كي بي في الام اوف تي. هو قال لك ان الاوميجا سي بالرقم ده اللي هي ال 10 هي هو دي الاوميجا سي والتي مضروبه فيها، فالجزء ده هو معنى. طب الكي بي في الام اوف تي عباره عن ايه؟ فمن هنا الـ M of T هتبقى equal على الـ KB اللي هي بـ 1000 وهتطلع 3T. تمام؟ هي 10K راد دي اللي هي 10000 يعني راد بالسكند. 10000 راد بالسكند مكتوبة كده؟ هي ما كانتش مكتوبة كده. هي مكتوبة لا ما فيش كي بقى، ما كانش فيها كي. تمام انا بس بتأكد من الرقم. والكي اف برضه كانت ب 1000 ب 1000 هرتز بالفولت. هو بس في المساله بيفضل يقول لك اوفر انترفال معين، فدي مش الانترفال بتاعت الاوبزرفيشن بتاعتي بتاعت السيجنال، بيقول لك حاجه معينه مش موضوعنا فريش خالص في الحل. يعني نكمل بقى اف ام طب لو انا في الـ اف ام سيجنال كان الماس سيجنال بتبان في الانستنتينيوس فريكونسي، يعني المعادله ايه؟ ان الاف اي ايكوال اف سي بلس كي اف في الام اوف تي. طب وبرضه لو عملنا قياسا على الـ على الـ على المساله اللي فوق دي، لو هي اف ام دي هتبقى عباره عن 10 كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس 2 باي اف 2 باي كي اف في تكامل من 0 لحد تي لام اوف تي. فانت ممكن تساوي اللي فوق ده باللي تحت، ممكن تيجي تقول ان 2 باي اف مثلا اللي هي الجزء ده تقول هو بيساوي الجزء اللي فوق، او تجيب الانستنتينيوس فريكونسي وتساويه بالمعادله اللي تحت دي. فدي واحد يعني، خلينا نساوي اللي فوق نعمل برضو على موضوع القياس ده اللي دي هي دي، وان 3000 تي ايكوال 2 باي كي اف في تكامل من 0 لحد تي الام اوف تي. فعشان تجيب الام اوف تي هتفاضل الطرفين بالنسبه للتي، فيطلع الشكل كده بالظبط 3000 equal 2 باي كي اف في الام اوف تي، وهتطلع ان الام اوف تي كي اف ده ب 1000، تطلع ان الام اوف تي equal 3 over 2 باي. انتوا برضو عندكم مساله في الشيت مديكوا برضو شويه الحاجات دي، برضو بتعمل قياس كده على الايكويشن بتاعت البي ام والاف ام من الايكويشن اللي هو مديها لك، وبتبتدي تطلع شويه بارامترز معينه دلتا اف والبيتا وحاجات كده. سالت الاساينمنت بتاعك ده رقم 5 تقريبا. لو شاف حد عنده مشكله في في المسائل اللي سهله قوي حد عنده مشكله شباب في
تمام يا باشمهندس. بقفل الحاجة وافتحها تاني. طب نحل المسألة رقم 7. هنا بقى بنستخدم multiple frequency في الام اوف تي. احنا كل مرة كنا بنقول كوزاين مثلا وكوزاين ليها frequency واحدة، هنا بنستخدم multiple frequency الام اوف تي. فبيحتاج بقى الباندويت، ده القانون اللي انتوا كنتوا الدكتور قال لكم اللي هو بتاخد الورست كيس. هنحسبه دلوقتي ونشوف بنستخدمه ازاي. فهو أول حاجة بيجي يقول لك دي الام اوف تي، عايزك تكتب شكل السيجنال، مديك الاي سي بكام والاوميجا سي بكام، كي اف كي بي، بيقول لك هتكتب السيجنال بتاعتك مره في الفريكوانسي موديليشن ومره في البي ام في الفيز موديليشن. ف تعال نشوف كده هنكتبها ازاي. بس لو حد ملاحظ، لو حد ملاحظ حاجه، الكي اف هنا بكام؟ حد كده يقول ألف باي راد بير سكند في فولت. بس احنا كنا قايلين ان هي عباره عن ايه؟ تيك من الفولتج اللي تحت ده، خلاص احنا عارفين ان في فولتج تحت. احنا كنا قايلين هي ايه؟ بتعمل لها انتجريشن. لا ثانيه واحده، هو بعد ما تعمل لها انتجريشن بتطلع الفاليو دي. بس احنا كنا قايلين ان الكي اف بتبقى عباره عن ايه؟ هيرتز بالفولتج، فهو ضاربها هنا في 2 باي، تحول الهرتز 2 باي. مظبوط كده. فدي مش الكي اف اللي احنا المفروض بنستخدمها على طول في المعادلات بتاعتنا، دي مضروبه في 2 باي. عشان تجيب الكي اف وتستخدم نفس المعادلات بتاعتنا اقسمها على 2 باي. طب هو ليه ممكن يدي الفاليو زي دي؟ مش احنا كنا بنقول ان في الاف ام ان الفاي اف ام ايكوال اي سي كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس 2 باي كي اف التكامل. واحنا مش عارفين انك تكتبه، مش باين. لا هو احنا لسه اوكي، هو بيبقى في لاج بس ممكن. فدي هي عباره عن الهرتز بير فولت، وكلها على بعضها عباره عن الراد اللي هو الرقم اللي بيدور الراد بالفولت. بير سكند فولت سكند. هو ممكن يديك الكي اف دي وما تحتاجش ال2 باي في المعادله، او تقسم انت على ال2 باي وتستخدم الكي اف بتاعتنا العاديه خالص. بس هترجع تضرب تاني في 2 باي وانت بتعمل انتجريشن، لان لو فاكرين كيف لوحدها راد بير سكند صح؟ لا كيف هرتز بير سكند اللي احنا متعودين عليها هي هرتز بير سكند. تمام. ولما كنا بنيجي نعمل نجيب السيتا اوف تي كنا بنعمل ايه؟ بنضرب في 2 باي ونكامل. دي ال 2 باي اللي بتظهر جنب الكي اف. تمام. فخلينا نمشي زي ما مشينا في المحاضره بالظبط. الكي اف هي هرتز بالفولت، وبعد كده نبقى نضرب في 2 باي عادي. بس انت عارفه ان انت مره هتقسمي على 2 باي مره هتضرب في 2 باي. تمام. طيب هي الام اوف تي ايكوال 2 كوزاين دي الام اوف تي. فخلينا مثلا نكتب الاف ام. احنا اول حاجه قلنا ان الكي اف كانت ب 1000 باي بس راد بير سكند، فاقسمها على 2 باي عشان اجيب الكي اف بتاعتنا اللي هي الهرتز بالفولت مان. فهتبقى ايه؟ ب 500. خلينا نوسعها شويه. فالكي اف ايكوال
1000 باي راد بير سكند بالفولت، فانا اقسمها على 2 باي علشان تديني هيرتز اللي احنا متعودين على هيرتز بالفولت. فعلشان احسب الاف ام، معادله الاف ام كانت بتقول ايه؟ اي سي كوزاين اوميجا سي اوف تي بلس 2 باي كي اف تكامل من 0 لحد تي شكل الفوضى ام اوف تي. فانا عشان احسب البتاعه دي لازم اعمل تكامل، تكامل على ام اوف تي. فخلينا نكمل الام اوف تي الاول بعد كده نضرب في 2 باي والكي اف. خلينا نكملها الاول على عكس البي ام. البي ام كنا بنحط الام اوف تي على طول، فالبي ام هتلاقيها سهله قوي. بعد كده بنشوف ال الباندويث بقى هتيجي ازاي لما يبقى عندي 2 كوزاينز او 3 كوزاينز اند سو. فخلينا كده نكمل ال نكمل ال ام اوف تي اللي فوق تكامل من 0 لحد تي 2 كوزاين نطلع ايه؟ حد عايز يقول؟ بلس 18 فدي هي التكامل. فهاخد التكامل ده احطه هنا واضربه في 2 باي اف واجمع عليه اوميجا سي احطه جوه الكوزاين يبقى انا كده خلاص خلصت. فالفاي اوف ايه اف ام عباره عن اي سي، هو كان قايل ان هي 10 كوزاين، الاوميجا سي كانت 10 تو ذا باور 6 تي بلس 2 باي كي اف اللي هي 500 تايمز الشكل ده بالظبط اللي هو 2 ساين في الاخر هيطلع الشكل كده بالظبط. مسألة سهلة يا شباب صح؟ اه هي كل مسألة البي ام والاف ام كده بس هي الفكرة اللي فيها في البند. هو احنا غيرنا الكي بي ليه؟ ما كده كانت بتتضرب في 2 باي، كان ممكن نحط كي بي وخلاص على طول. ما تلخبطيش، انت عارفة الكلام ده مسبقا براحتك، استخدمي اللي انت عايزه. بس خلينا نمشي زي ما احنا كنا شارحين في السكشن وفي الدكتور شرح في المحاضره. تمام. انت قسمت على 2 باي وضربت في 2 باي ماشي. بس انا هنستخدمه في الباند ويث، هنعرف دلوقتي بنستخدمها في ايه. ماشي. دي كده الـ FM. طب عشان نجيب بقى الـ BM دي سهلة جدا. الـ KB كان بـ 1 فسهلة جدا جدا. فأنا عارف إن معادلة الـ Phi في الـ BM equal AC cosine أوميجا C T plus KB في M of T الـ KB بـ 1. هتطلع ان المعادله ل 5 بي ام ايكوال 10 دي هو من ده اللي جايبه في المساله 10 تو ذا باور 6 اوف تي بلس ام اوف تي اللي فوق دي 2 كوزاين بلس
لا بقى نجيب البند دول، ودي اهم حته يا ريت تركزوا فيها يا شباب. مثلا لو انا لل اف ام سيجنال مثلا، احنا كنا بنقول ان الباندويث بيعتمد على الدلتا اف او بيعتمد على البيتا، بيعتمد على البيتا. فلو مثلا جينا قلنا ان هو فالبيتا كانت بتبقى عباره عن دلتا اف على اف ام. بس المشكله انا هنا ما عنديش سنجل تول، انا عندي كذا فريكونسي. فكان في رول بتقول ايه، هو الدلتا اف دي لسه زي ما هي، هي عباره عن كي اف في اي ام. هنا بس عندي مشكلتين، ان انا الاي ام اخد اني اي ام، ما انا عندي تو سيجنالز، والاف ام اخد برضه اني اف ام عشان تو سيجنالز. فحد يقول كده ايه، تفكرنا بالمحاضره يعني ناخد الماكسيمم بتاعه الورست كيس ماشي، اللي هي الماكسيمم اللي هي تطلع تقريبا 2000 باي، ده الاف ام. طب وليه ام؟ كان في واحده 2 واحده 18، هنجمعهم فيز مع بعض فالامبليتيود تجمع. حد عنده راي تاني؟ طيب وانا كنت قلت للدكتور في اللكشر ان انا هاخد الماكسيمم. ماكسيمم ايه؟ فريكونسي ولا اللي هي يعني 18؟ ماشي، احنا كنا بنقول ان الفريكونسي الانستنتينيوس فريكونسي عباره عن يعني اف سي بلس كي اف في اي ام، مش اي ام بقى، في الام اوف تي. تعريف الماكسيمم ديفيشن اللي هو الدلتا فاي، الدلتا اف، هو عباره عن ايه؟ عن اقصى قيمه ممكن الدلتا اف توصل لها، الانستنتينيوس فريكونسي توصل لها. فاقصى قيمه هتوصل لها امتى؟ لما الام اوف تي كلها على بعض توصل للماكسيمم بتاعها. فلو انا جيت قلت ان الام اوف تي زي ما محمد قال عباره عن 2 كوزاين 100 تي بلس 18 كوزاين باي اوف تي. لو انا جيت قلت ان دي الام اوف تي، فالماكسيمم بتاع السيجنال دي كلها على بعض بكام؟ 18. مظبوط، عند التايم مثلا بزيرو هتطلع 20. فهو ده تعريف الدلتا اف، ان الدلتا اف هو بتبقى عباره عن الكي اف في الماكسيمم بوينت اللي تقدر توصل لها الام اوف تي. فهتبقى عباره عن الكي اف اللي احنا جبناها، بس الكي اف دي بايه بقى؟ بالراد ولا بالهيرتز؟ عشان انت كنت بتسالي يا مريم، لو انت هتسيبيها زي ما هي اعرفي ان بتستخدم في الدلتا اف هو عباره عن ايه؟ انا ما قلتش دلتا اوميجا، لو دلتا اوميجا كنت هتستخدمي الراد، لكن انا هنا بقول دلتا اف وكل المعادلات والباند ويث بنحسبها بالدلتا اف. عباره عن ايه؟ لا هيرتز بالفولت. فمن الاول غيريها وريح دماغك، لو اتلخبطتي فيها تحسب غلط. طب باشمهندس، هو انا ليه ما عملتش هنا مثلا قلت ان هم سوبربوزيشن وخدت الروت ال 2 وال 18؟ لا سوبربوزيشن دي كنا دايما بنحسبها ساين وكوزاين مش 2 كوزاين. ماشي، بس ممكن اجيب لهم ايكويفالنت، يعني انا اقصد ان في الاخر اخليها سيجنال واحده فاخد الاي ام. لا هتختلف الفيز. لا مستحيل. بص احنا كنا بنرسم هناك ال، لما انت كنت مثلا تيجي تقول انا عندي ام اوف تي ايكوال اي 1 كوزاين اوميجا سي اوف تي، خد بالك اي 2 ساين نفس الفريكونسي. كنا بنكتشف ان الشكل ده لما تيجي ترسم الام اوف تي بتطلع كوزاين، بس بتطلع كوزاين شيفتد، بس الفريكونسي بتاعتها ثابته وهي ايكوال الاوميجا سي. فعشان كده كنا بنقدر نجمعهم هما الاثنين في كوزاين واحد. دول لو جيت ترسم الشكل بتاعهم هيطلع حاجه عامله كده. كوزاين اصلا ما خدتش بالي ان هم فريكونسي مختلفه. ده الشكل كان بيطلع لك في المعمل على فكره، لو فاكرين كان بيطلع شكل غريب قوي. طب جرب بقى في المعمل، لو حطيت ساين وكوزاين تجمعهم على بعض ممكن تجربها بكل سهوله. كان هيطلع لك كوزاين بس شفتت شويه والامبليتيود متغير، تمام. فالرول دي مش فاليد، بتفاليد بس في حاله واحده، ان انت عندك هنا الساين نفس الفيز والكوزاين نفس الفيز،
وهي ساين وكوزاين، مش كمان مش تو كوزاين، ساين وكوزاين. اه تمام. طب لو تو كوزاينز ممكن يطلع عليها ايدنتي يعني، ممكن لو دورت ممكن تلاقيها. طيب فخلاص كده انا دلوقتي عرفت بقى هنا، من هنا بقى هنطلع ان الدلتا اف بكام. خلاص الاف ام خلاص هي فعلا الماكسيم، الماكسيم ما بينهم هما الاثنين اللي هو 2000 باي، دي ما فيهاش مشكله. فالدلتا اف هتبقى عباره عن ايه؟ خلاص بقى هي عباره عن الكي اف اللي احنا جبناها كي اف في الهرتز اللي هي 500 في الماكسيمم اللي هو ب 20، هتطلع كام؟ طب والاف ام هي عباره عن 2000 باي صح كده؟ نعم؟ لا لا هنا على 2 باي، على 2 باي بقى. شباب الناس اللي قعدت تنقص نص وحاجات كده في الكويز الاولاني بسبب ال 2 باي دي، في ناس استخدمت الاوميجا وناس استخدمت الفريكونسي. انا كنت قلت لكم في اول السنه خالص، لو انت هنا الفريكونسي وعندك كونستانت في التايم الفاليو بتاعته ب 1 كان بيديك ايه؟ امبلس الفاليو برضو بتاعتها ب 1. طب لو انا استخدمت الاوميجا هيديك امبلس بس الفاليو بتاعتها مش ب 1، ب 1 اوفر 2 باي. انا بنشرحها في هو احمد زميلكم سال السؤال ده في اخر لاب، بس السؤال ده جه تقريبا متاخر ترم وهو بس ما جاوبتوش، هجاوبكم بقى كلكم ان شاء الله المره الجايه. لما بتغير الاكسس الامبليتود كمان بيتغير معاك، دي كانت جايه من التكامل. لو انت بتيجي تعمل التكامل بتاع الفوريه كان بيبقى لو انت بتكامل على الاوميجا كان بيبقى فيه 2 باي بره، طب ولو كنت بتكامل على الفريكوانسي ما كانش بيبقى فيه حاجه بره. هي دي بالظبط، هي دي السبب انك خليت لك فيها 2 باي. فانت لو عندك كوزاين، هي عباره عن امبلس او كونستانت متشفت، انتوا متعودين الكوزاين دي بتوديها فين؟ لو انت عندك كوزاين 2 باي اف سي اف تي بتوديها فين؟ بتقول لي دي نص ونص عند نيجاتيف اف سي واف سي، بس اني اكسس اف محدش يكتب اوميجا لان الامبليتيود ده هيتغير. لو ملاحظين في كل الكورس دايما بنكتب اف ما بنكتبش اوميجا خالص خالص. مش مشكله يعني ده اللي عملها غلط نقصت نص يعني ده كونستنت، فاي حد ناقص نص بسبب الموضوع ده. انا هنشرحها ان شاء الله في المعمل مثلا في اخر المعمل اللي جاي. فانتوا رايحوا دماغكم وخلوا الاكسس بس اف زي ما احنا بنعمل في الكورس يعني، وسيبوا نفس الرولز اللي احنا قلناها الكوزاين تتقسم 2 امبلسز يمين شمال نص ونص وخلاص. طب لو لا هتقسم بس على 2 باي، هتقسم كل الامبليتيودز على 2 باي. طيب من هنا بقى هتطلع ان الفريكونسي كام؟ هتطلع ب 100. فمن هنا بقى خلاص انا كده معايا الدلتا اف والاف ام، هجاوب ان الباند ويث في الامبيريكال رول بقى من غير لا كيرفات، هو مش هيديني لا كيرف ولا اي حاجه، 2 دلتا اف بلس 2 اف ام هتطلع 22 كيلو. دي الفا 22 كي كيلو هرتز. عشان ما حدش بس يتلخبط بالله عليكم في الراد والهرتز. طب بالنسبه بقى للبي ام تعالوا ساعدني كده، حد عنده سؤال يا شباب؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ لا شكرا. هو انا لو عندي كوزاين وساين مش هنا زي كوزاين وكوزاين، بشوف برضو الماكسيمم بتاعت الكوزاين والساين واشوف منها الامبليتيود صح كده؟ بالظبط مش شرط يبقى طبعا. بس بقى انت خليه. طب هي هتهدف في دي ام؟ انا بقى عندي كانت هدان دلوقتي في الايكويشن اللي انا كتبتها، انا قلت ان الفاي بي ام مش عارف انتوا ساكتين ليه يا شباب، السكشن مش شايك صح؟ او انتوا شاطرين قوي.
plus 18 cosine دي الفانكشن بتاع البي ام. حد بقى عايز زين بقى نجيب ال حد بقى يقول لي نجيب بندلت ازاي؟ لو حد حلها من الاول للاخر هديله بونص. ايه السؤال؟ لو حد حلها من الاول واخر وقال لي البندلت هتطلع بكام هديله بونص. تاخدوا دقيقتين تقدروا تفكروا فيها؟ تمام اوكي ماشي فكروا فيها كده وممكن تحلوها بورقه وقلم شويه كده دقيقتين جرب يعني وبعد كده نكتبها سوا. يا شباب حد عارف حد عايز يحل؟ الو حد يا شباب عايز يحل؟ الو كمل يا باشمهندس. تمام ما حدش متوقع تقريبا هتطلع ازاي. طيب طب هنعمل ايه اول خطوه زي اللي فاتت؟ بس هنا في اختلاف بي ام على الاف ام. طيب بص انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت انا مش فارقه معايا ده دي بي ام ولا اف ام، مش فارقه معايا خالص، تطلع زي ما تطلع. الفكره ان انا عندي السيجنال دي كده، السيجنال دي داخله على الشانل فليها باند ويث معين. طب انا عشان احسب الباند ويث بعمل ايه؟ كنت بجيب الدلتا اف واجيب الاف ام واستخدم الروت بس كده. فالاف ام واضحه يعني الاف ام هتاخد الماكسيمم ماشي، ما دي مش مشكله يعني. بس الدلتا اف بقى انا عمري عندي تعريف للدلتا اف في البي ام؟ لا ما حصلتش قبل كده. بس انا عشان اجيب الباند ويث محتاج اعرف الماكسيمم فريكوانسي ديفيشن للسيجنال دي، مش لا بي ام ولا اف ام، السيجنال اللي في التايم دي ليها ماكسيمم فريكوانسي ديفيشن، فلازم اجيب حاجه اسمها الانستنتينيوس فريكوانسي. فانا لازم اجيب هنا ايه؟ الانستنتينيوس فريكوانسي، ومنها اقول ان هي اف سي بلس تفاضل البتاع ده مقسوم على 2 باي واقول ان الرقم اللي هيتجمع على الاف سي الماكسيمم بتاعه هو ده الماكسيمم فريكونسي ديفيجن بتاعه. يبقى السيجنال دي الفريكونسي بتاعتها اللي هي فريكونسي ثابته اف سي وبتطلع وتزيد وتقل على الاف سي بمقدار قد ايه؟ ده اللي انا عايز اعرفه. هي دي الدلتا اف. فانا مش بالضروري الدلتا اف تتعرف للاف ام خالص، تعرف لاي سيجنال في التايم الفريكونسي بتاعتها بتتغير زي الحاله بتاعتنا هنا. دي سيجنال برضه في التايم والفريكونسي بتاعتها بتتغير. طب بتغير ازاي؟ تعال نجيب الدلتا الانستنتينيوس فريكونسي ونشوف. بسيطة جدا هتفاضل كوزاينز بس. حد عنده مشكله يا شباب؟ فهنفاضل فهتفاضل الكوزاين اللي فوق دي هتبقى نيجاتيف 200 كوساين اوف تي ماينس باي ساين. انا طلعت بس الاوميجا بره، لما بتفضل بتطلع اللي جوه الكوزين بره 2 باي 200 باي. حد عنده مشكله كده؟ طب فين الدلتا اف بقى دلوقتي؟ سواء زادت الاف سي او قلت الاف سي ايه؟
طب ايه الماكسيمم بتاعها؟ حد طب يعرف يجيب الماكسيمم بتاعها؟ طب حد مش فاهم؟ تمام. دي كده طب حاجه حاجه ثانيه، دي كده بالنسبه لي دي عباره عن ايه؟ بقت اف ام سيجنال مثلا، يعني اف ام سيجنال بس الام اوف تي بتاعتي بقت عباره عن ايه؟ عن نيجاتيف 200 ساين ماينس 200. دي بالنسبه لي بالظبط هي بقت اف ام سيجنال، ودي نعتبرها مجازا ان هي الام اوف تي. طب انا قبل كده كنت عشان اجيب الباند ويدث بتاعت الاف ام لسه في السلايد اللي قبليه على طول كنا عملنا ايه؟ قلنا الماكسيمم بتاع الام اوف تي كام؟ هو ده اللي هنعمله هنا بالظبط، الماكسيمم بتاع التايم دوين ده بكام؟ هيطلع ده برضه بلس ده. ولو السيجنال دي الماكسيمم بتاعها مش الاثنين بلس دول من بلس بعض، ابروكسيميشن خدهم الاثنين بلس بعض. لان انت هنا مش هتقدر تفاضل بقى وتعرف الماكسيمم بيجي فين، ولا هتقدر تجرب في التايم. خدهم الاثنين بلس بعض. بس الفانكشن دي بيطلعوا هما الاثنين بلس بعض، لو رسمتوها بيطلع الماكسيمم بتاعتها ال 200 زائد ال 36000 باي. طب لو مثلا مش شرط تطلع كده او كابروكسيميشن، خدهم الاثنين بلس بعض. وانا مش المفروض اقسم على 2 باي؟ بتقول ايه؟ مش المفروض اقسم على 2 باي لما اعمل ديفرنشيشن؟ ليه؟ مش هو مش فريكوينسي صح ممتاز صح. لما جبنا فريكوينسي فعلا بتفاضل كل ده وتقسمه على 2 باي اللي انا كاتبها هنا عشان انسى. ممكن اديك عليها بونص دي بس خليك مره ثانيه بقى. براحتك يا باشمهندس. اه خلي البونص لحد تاني محتاجه. نكمل. طيب من هنا بقى خلاص، يبقى الدلتا اف تبقى عباره عن ايه؟ 200 بلس باي. حد عنده مشكله يا شباب على 2 باي؟ حد عنده مشكله كده يا شباب؟ لا شباب حد مش فاهم، حد لسه بيفرق بين البي ام والاف ام خالص؟ هو مفيش بينهم فرق اصلا، ما تفهمش نفسك ان في بينهم فرق، مفيش فرق اصلا، انت بتدور على حاجه مش موجوده. تمام، هيطلع دي بكام؟ يطلع 8031.8. المساله دي مهمه جدا يا شباب، لو اداك مالتيبل فريكونسي ازاي تطلع الباندويث منها. طيب الاف ام او الماكسيمم فريكونسي نفس اللي احنا عملناه اللي فات، عندي ساين اهي، عندي هارمونيك عند 100 وهارمونيك عند هنا هو اللي هي 2000 على 2 باي. فيطلع بقى ان الباند ويث عباره عن ايه؟ 2 برضه دلتا اف بلس 2 اف ام، يطلع زي ما يطلع. تمام كده يا شباب، حد عنده مشكلة؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام، طب لو حد ملاحظ خلينا نجيب الرقم ده كده. نجيب الرقم ده اللي هو هيطلع تقريبا 36000 و 2038 تقريبا. هيطلع 38 كيلو متر. مين اكبر لما جبت الباند ويدث بتاع البي ام ولا الاف ام؟ الثاني كان 22. طب حد يقول لنا ليه دي طلعت اكبر؟ هو الاف ام في الحالتين واحد، الاف ام في الحالتين واحد، الفكره بس في الدلتا اف. ايه اللي خلى الدلتا اف بتاعت البي ام تزيد قوي كده؟ هو اتفضل يا محمد اتفضل. هو اصلا الاثنين مش نفس المسج، يعني احنا لو اعتبرناها اف ام هتكون مسج ثانيه غير لو اعتبرناها بي ام. ماشي، بس انا عايزها بالمعادلات هنا، ايه اللي حصل؟ عشان فاضلنا عشان فاضلنا بالظبط. لما انت فاضلت هي مش حكايه نفس المسج ولا مش نفس المسج، هي حكايه الكونستانت اللي انت ضربته في السيجنال.
هناك هناك انت كنت بتحط الاف اي، كنت بتحط ايه؟ كنت بتضرب كي اف في السيجنال بتاعتك صح كده؟ طب حد يقول لي الكي اف بتاعت السيجنال دي بكام دلوقتي؟ مثلا لو خليتها سنجل، سنجل واحد عباره عن ايه؟ عباره انك ضربت طلعت الاوميجا ام اللي جوه ضربتها بره، وهي للاسف الفاليو بتاعتها كبيره قوي، فهي اللي خلت كان الكي اف بتاعتك الرقم اللي انت بتضربه في الامبليتيود بتاع الساين كبير، كانك زودت الكي اف فبالتالي زودت الدلتا اف. طب ايه اللي خلى كده؟ التفاضل، التفاضل طلع الاوميجا ام بره، فبقت بالنسبه لي عباره عن ايه؟ كانها ايه؟ كانها كي اف، كانها الكونستنت اللي كنت بضربه في السنجل. تمام يا شباب؟ هو ده اللي زود الدلتا اف شويه. تمام يا شباب فاهمين ولا ايه؟ تمام يعني احنا كاننا بنراجع كده، كاننا بنراجع يعني بنراجع. هو ده اللي حصل بالظبط. طب لو الاوميجا ام كانت قليله فبالتالي الكي اف تقريبا في البي ام هتبقى قليله، فممكن تلاقي الباندويتس اصغر، ما عليهاش كونسترينز يعني ممكن تطلع اصغر او اكبر، مش حكايه بقى هي مش حكايه سيجنال مختلفه يعني. هي طبعا ساين وكوساين ماشي هم مختلفين، بس الفكره في الكونستنت اللي انت عمال تضرب فيه. طب برهانس هو انا عموما لما باجي احسب الباندويتس يا اما بيبقى مديني في التيبل او الجراف يا اما بستخدم كارسونز رول. مظبوط. مسألة رقم 8 اللي انتوا هتعملوها بتديك الجراف. تمام يا شباب، حد عنده اي سؤال؟ حد مش ما يعرفش يجيب باندويتس ازاي؟ الكود ان شاء الله هيجي على الحاجات دي، هيجي لحد السكشن ده يعني. كنت بقى فكرة من الأفكار اللي احنا قلناها في السكشن ده. الكوز أنا اللي هحطه مش الدكتور، وميعاده كمان أنا اللي حددته معاكم، بس معاكم التلات لحد السبت. فشوفوا الميعاد اللي يناسبكم وقولوا لي عليه، مش هتيجي فكرة صعبة خالص. نفس الأفكار اللي احنا قلناها النهاردة كده. النهاردة أو السكشن اللي فات يعني، والكم مسألة اللي احنا عملناها دول. حد عنده مشكلة يا شباب؟ لا شكرا. طيب شوفوا ميعاد الكويز اللي يريحكم امتى ونبقى نتفق يعني ونحجز مكان يعني. هو احنا يعني كلنا موافقين على يوم 12 ده؟ خلاص ماشي يوم 12، بس هيبقى في اسبوع الفاينل يعني. انتوا المفروض هتبتدوا، انتوا هتبقى فرق بينكم وبين الفاينل اسبوع بالظبط. ماشي براحتكم. اتفقوا عليه. خلاص عندنا كويز الخميس وكويز التلات. طيب خلاص مش سبت السبتين، بس هو الكويز بتاع المادة اللي هو التاني ده يبقى سهل جدا يعني. مش هننزل؟ هو احنا هننزل الحد اللي بعده؟ لا لا خلاص الكلية بتقفل من بعد يوم 12 عشان بيعملوا اللجان. تمام. مش بتقفل بس ممنوع فيها السكاشن والمحاضرات وكده. تمام يا شباب، حد عنده سؤال؟ باشمهندس اتفضل. وانا كنت يعني عايز اسال حضرتك على حاجه بس بعد ما السكشن يخلص يعني، مالوش علاقه بال. طيب تمام، ان شاء الله في اللاب اللي جاي هنشرح موضوع الباندويث ده بس على لاب فيو بقى، فممكن نبقى نراجع على الكلام اللي احنا قلناه اللي في الاخر ده اللي حاسسكم متلخبطين فيه شويه. ماشي يا شباب، ان شاء الله ميعادنا يوم الاحد هناخد اللاب بعد كده السكشن. تمام شكرا جدا يا شباب، مع السلامه يا باشمهندس.